اعتقل حين كان شاباً يدرس في المستوى الثانوي بمراكش وعمره لا يتعدى 20 عاماً. التهمة انتماؤه لحركة 23 مارس اليسارية. قضى أزيد من 5 سنوات بين كوميسارية جامع الفناء بمراكش ودرب مولاي الشريف والسجن غبيلة بالدار البيضاء وسجن العلو والسجن الفلاحي بسطات والسجن المركزي بالقنيطرة إلى جانب عدد من رفاقه. حين غادر السجن حرم من جواز سفره لمدة 15 عاماً قبل أن يصبح مستشاراً وخبيراً في ديوان محمد أجار وزير حقوق الإنسان في حكومة التناوب. إنه الحبيب بلكوش الذي يرأس اليوم مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية. كان من مسيري المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بداية التسعينات، وأسس وأدار مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وهو المركز الذي اختفى من الوجود بعد مغادرة بلكوش. ساهم في إعداد تقرير الخمسينية، وعمل إلى جانب المستشارين الملكيين عبد العزيز بن زياد بن الفقيه رحمه الله، وعمر عزمان وفؤاد علي الهمة ومحمد معتصم، وعين بعد ذلك عضوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. في هذا اللقاء نسافر مع الحبيب بلكوش عبر الذاكرة لنسلط الضوء على جوانب من مسار حياته النضالية والحقوقية. الاعتقال، لأن كانت الاعتقالات بدأت من الدار البيضاء، ولكن من اللي كانت بدأت الاعتقالات كنت انتبهت لها. كنتذكر كنت مشيت اتصلت عند الأصدقاء الفرنسيين اللي تحدثت عليهم، فكانوا عرضوا عليا نخوي البلاد. تعتقلت أنا في الليلة ديال عيد الميلاد ديالي، دونك يوم عيد الميلاد كنت أنا معلق في هذيك الطيارات أنا كل عصا. سي حبيب بلكوش، مرحبا بك في موقع اليوم 24. أنتم رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية. هذا اللقاء هو لاسترجاع الذاكرة. يمكن هذه أول مرة يمكن أتكلم على فترات تاريخية اللي عشتها في مراكش، تجربة الاعتقال، تجربة 23 مارس، تجربة النضال الحقوقي والديمقراطي. مرحبا بك في هذه الحلقات اللي غادي نسجلوا معك اليوم، وغادي نبداو بشكون هو سي حبيب بلكوش، النشأة ديالو في مراكش، العائلة، شنو كنت تقول لنا فيه؟ اولا شكرا على الدعوة اللي في موضوع اللي في الحقيقة هو يمكن انعاش ديال الذاكرة اللي ربما ما كتعطاش الفرص كثيرة باش الواحد يعاود يرجع شوية لهذا المسار ديال الحياة في الحقيقة، لأن الذاكرة هي فعلا كتعاود تشوف كيفاش تبنى هذا المسار وكيفاش المؤثرات اللي لعبت فيه. من هنا قيمة برامج من مثل هذه اللي نتمناوها تتعدد وممكن تحافظ على جزء من الذاكرة الجماعية ديالنا إلا ضفنا لها الإسهامات ديال كل واحد. بالنسبة للحبيب بلكوش هو تزاد في الحقيقة تزاد في جديدة. أنا من مواليد الجديدة في 54، ولكن ماشي دكالي. أنا ديك الساعة الصدفة هو أن كان الوالد هو والعم ديالي كانوا رفضوا يعترفوا بابن عرفة اللي نصبته فرنسا، وبقاو متشبتين هما بمحمد الخامس، فوضعتهم الإقامة الإدارة الاستعمارية في الإقامة الإجبارية. كان خليفة، والقائد ديال الأحمر هو عمي، والوليد كان الخليفة ديالو، فخدوهم بجوج ونفوهم وضعهم في إقامة إجبارية بجديدة إلى عودة محمد الخامس من المنفى. وأنا ذاك كان استقبلهم، كان باقي صور عائلية، كان استقبلهم محمد الخامس هنا في القصر الملكي باش حياهم على المواقف ديالهم إلى آخره، ومنها مباشرة كنرجع لمراكش. دونك العودة إلى مراكش لأن هي اللي كانت المقر ديال إقامة الوالد ديالي،
وهي مدينة الوالدة ديالي كذلك، لأن الوالد عندي أنا كان فقيه قاضي شرعي، والوالدة من حفدة أحد رجالات السبع ديال مراكش اللي هو مول القصور مولاي عبد الله الغزواني. ورجعنا دونك في تنقل بين أحياء هذه المدينة في ذاك الزمان. الأحياء اللي نشأتي فيها في مدينة مراكش؟ فالأحياء ممكن كان اللي كان باقي كان تذكر مزيان بين باب دكالة، بين حي ديال القصور نفسه كذلك الفطرة، المماسين، عرس الملاك كذلك في مرحلة أخرى، اللي في النهاية غادي ننتقلوا إلى الدوديات. كديك ساعة حي جديد كان تبنى من الأحياء الأولى اللي تبنت خارج السور اللي هي الدوديات، كان حي صغير آنذاك بجانب ثانوية شهيرة اللي هي أبو العباس السبتي. ومباشرة من ما بعد الثانوية كاين النخل وكاين الزيتون، كانت مازال مراكش آنذاك إلى شي حتى الحدود السبعينات مازال كلها ضيعات، أراضي فلاحية، السواقي دايزة، الخضرة كتباع في جنب الساقية في طريق أسفي اللي الآن شارع أسفي في مراكش. دونك هذا هو الجو. الجو بطبيعة الحال في جو عائلي بسماته التقليدية المغربية، كانت الأسر أسر كبيرة. احنا مثلا نعلق احنا في العائلة كنا سبعة أو ثمانية الناس، إضافة اللي كيكونوا مرافقين الناس، دونك واحد العشرة الناس في الدار كتمشي، ولكن كان دائما انتقال من بيت إلى بيت آخر عند العمات، عند الخالات، عند الأخوال إلى آخره، في جلسات حميمية عائلية إلى آخره. فهذا الجو ديال الطفولة اللي باقي كنتذكر بألعابه البسيطة آنذاك، لأن رغم هذا الوضع فاللي بطبيعة الحال غادي يزيد يتغير شوية من اللي غادي نغادروا مراكش، لأن الوالد كان تعين قاضي في قلعة الصراغنة، وأنا ذاك أنا في الابتدائي يلاه بديت الدراسة. كان ابتدائي في المدرسة ولا في الكتاب القرآني؟ لا في المدرسة الابتدائية. مدرسة ابتدائية عمومية، أنا ما عمرني قريت في لا ميسيون. واخا الوالد المسيد ولا الوالد كان يحرص على احترام اختيارات الأبناء ديالو ولو هما أطفال صغار. فأنا كنحكي دائما واحد الحكاية، هو أنه كان كيف يصل الفجر وكيجلس يبقى يقرأ القرآن حتى يطلع النهار، ملي كتوصل وقت المدرسة كينوض في الأبناء ديالو والبنات ديالو باش يمشيو يلتحقوا بالمدرسة، وهو كيمشي يلتحق بالخدمة ديالو، وكما عمرو كيفرض على شي واحد اللي يقول لي اجي صلي معايا ولا شي كذا. كان كيقول لك هذاك الشيء هدايه من عند الله، كل واحد كتوصل الوقت ديالها راه كياخذ حقه من هذاك الشيء. ف مشيتوا للقلعه؟ مشينا للقلعه. بطبيعه الحال كان بقيت في المدرسه العموميه، دخلت المدرسه العموميه ولو ابن قاضي في مدينه صغيره، ولكن كبرت مثل الاطفال باقي الاسر. كان يعني فهاديك الفترة كنت تعتبر طبقة متوسطة؟ يمكن نعتبرو متوسطة، يمكن تعتبر ديك الساعة من الأعيان ديال المدينة آنذاك. ولكن في نفس الوقت ما كاينش شي كما كيسميو دابا، ماشي ولاد الفشوش اللي كاينين كتضرب الطريق على رجليك باش تمشي للمدرسة، واحد جوج كيلومترات تمشيها في الشتاء وفي الصيف، تخرج تلعب مع الدراري اللعب العادي هالبي هالكادات الى اخره. كان ربما هذا الاحتكاك المفتوح مع مختلف الفئات، واللي كان اعتقد بانه كان من مميزات ذلك العصر، ان العلامات ديال الثروه وديال الجاه ما كانتش كتطغى في العلاقات الاجتماعيه، حتى اللي لاباس عليه اللي دخلتي المدن القديمه بحال مراكش نفسها، كتلقى قصر في حي شعبي ولكن من خارج السور من خارج ما كيبان لك والو، كيبان لك حيط بحال الديور الاخرين، يمكن باب شويه راقي من ناحيه نقش العود وغيره،
ولكن ملي كتدخل كتلقى راسك وكأنك في قصر بقباب ديالو كبار في الشجار في الى اخره. بالنسبه للقاضي الوالد ديالك كان قاضي، عطينا القاضي في هذيك الفتره كيفاش كان؟ يعني نتكلموا دابا اليوم على القضاة، يعني هذيك الفتره واش كان القاضي عنده واحد المكانه اعتباريه داخل المجتمع، وضعه المادي وضعه الاعتباري؟ وهو في الحقيقه كان اعتقد بان هو كان الوضع الاعتباري كاين اكيد، لان انا كما شرط لي كاع يمكن تعتبره بين مزدوجتين من اعيان البلد. اما التقدير كان اعتقد بان التقدير كان كل الفئات اللي عندها وظائف في المسؤوليه كانت عندها التقدير والاحترام، ما فيها رجل تعليم معلم استاذ الى اخره، كان الجميع يحظى بالاحترام والتقدير، لا من الاسر ولا من اللي كيقرا عنده او المرتفق اللي كيلجا ليه. فمن هنا كان نعتبر بان هذا الانفتاح للمجتمع بتنوع وفي علاقته بمختلف الفئات الاجتماعيه خلى هذا الطابع ديال الارتباط يمكن نقول بالحياة العامة ديال الشعب بمختلف أوجهها، سواء الفقيرة أو المتوسطة أو اللي في البادية إلى آخره. ف الفترة ديال بداية تشكل الوعي الثقافي والسياسي في المدرسة، ونشوف التجربة في الإعدادية والثانوية على الخصوص. إيه تمام. كيفاش كانت المدرسة في هذاك الوقت؟ المدرسة يمكن نقولوا الإعدادي بشكل موجز، الأقل أن من المميزات ديال هذيك المرحلة كنعرفوا كانوا باقين الفرنسيين كيقريو في الإعدادي وفي الثانوي، فخاصة في المواد ديال العلوم واللغة الفرنسية أو الإنجليزية آنذاك. دونك كنت كتلقى ناس إنجليز ولكن الأغلبية فرنسيين، واحد الوقت بانوا البلغاريين كذلك والرومانيين حتى هما من اوروبا الشرقيه كجزء من هذا المكون في المدرسه. اللي بطبيعه الحال كان احنا كان الاجتهاد، لان بالنسبه لنا حتى لما كتاخذ هذيك الشهاده ديال البروفي كانت عندها قيمه انذاك، لان هذيك ديال كانت 50 سنه في نهايه الاعدادي كانت ديك الساعه كتعطي الشهاده ديال البروفي، هذيك الشهاده كتعطيك الدخل لمهن معينه او تماما يمكن تخدم بها او تدخل المدرسه ديال تكوين متخصص اللي كتفتح لك الباب ديال الشغل مباشره. كان البقيه كتكمل على مستوى التعليم الثانوي، اللي بطبيعه الحال الاجواء العامه اللي كان خاصه انا الثانوي غادي نعاود نرجع لمراكش، ان الاعدادي الى حدود الاعدادي كنت في قلعه صرغنا، رجع لمراكش الثانوي، وهناك المدرسه الاولى اللي التحقت بها لفتره وجيزه هي احدى الثانويات الشهيره في مراكش، محمد الخامس ديال الباب همات، اللي هي من اقدم المدارس ديال الثانوي اللي عرفت المرور ديال الاعداد من مثقفين واساتذه الى اخره. ولكن فوقت وجيز غادي التحقوا بثانويه جديده انذاك كانت الله تصوبت بداخليه ديالها اللي هي ابو العباس السبتي، وهنا بطبيعه الحال غادي تجي تتصادف هي ديك السنه ما سمي بالسنه البيضاء، اي السنه اللي كان دار فيها اضراب عام في المستوى الثانوي ومقاطعه الامتحانات. هذه 72 دونك كان سنه ديال الاضرابات هنا بطبيعه الحال. حنا كندخلوا انا كنت في الداخليه، دوزت سنتين في الداخليه لانني قادم من قلعه صرغنه، كان كل اللي جاي من خارج المدينه كانت عنده المنحه ديال الداخليه. دونك انا فضلت الداخليه، فيها شي شويه ديال الاختيار ديال الحريه، ولكن فيها شي شويه ديال الشغب كذلك، لان كتسمح لك ديك الساعه باختلاط، دخلت ديك الساعه في الديناميات ديال الاضرابات، ديال العلاقات الاولى مع التنظيمات الماركسيه.
خاصة وأننا هذيك السنة كذلك عرفت ميلاد ديال تنظيم ديال التلاميذ سري اللي هو النقابة الوطنية للتلاميذ اللي كانت عندها فروع في أبرز المدن المغربية، وكانت فعلا تأخذ إضرابات من اللي كانت علنا عليها كانت تشمل أهم المدن المغربية. وهو قيادة ديال هذه النقابة كان كانت هي من ناحية المبدأ قيادة سرية، ولكن كل مدينة عندها القيادات ديالها. أنا كنت في الخلية المركزية ديال مراكش والجنوب بكامل المكونات ديالو، إلى جانب أصدقاء آخرين نذكر منهم حسن يذكرهم وحسن موطة عبد الجليل طليمات الآن تو كان هذاك في اللجان معنا. دونك هذا الاختيار ديال نبقى هذيك السنتين في الداخلية كان فيه كذلك، لأن كانت الداخلية أنا ذاك بحال شي قلعة ديال النضال في وسط الثانوي، أي ملي كيكون شي معركة فالداخلية هي التي تقرر في الوقفة الأولى ديال الدخلة واش غادي يكون الإضراب ولا ما غيكون شيء. ولكن في نفس الوقت حنا كنا خايضين هذه المعركات او دخلنا في الديناميات النضاليه، كان عندنا واحد الهوس كبير بضروره ديال العنايه بالدراسه بشكل جيد، لان كنعتبر بان اي خلل غادي تخليه على المستوى الدراسي الا يمكن يعرضك للطرد. بالتالي كنا كنطلبوا من جميع المناضلين يكونوا من طليعه الناس على المستوى الدراسه، وكذلك كان في الحقيقة في الواقع كانت خيرة الأطور، لأن حتى اللجان والخلايا التي كنا كنشكلوها كانت بمثابة تكوين، ليس فقط كنجمعوا ونديروا السياسة ونوزعوا في المناشر، كنا كنديروا تكوينات. كل اجتماع كان فيه أحد أعضاء ديال الخلية يكلف بقراءة كتاب ويجيب تلخيص ويجيب يقدم عرض كيكون بمثابة تكوين إيديولوجي آنذاك يعتبر، ولكن كان فيه تكوين فلسفي، تكوين سياسي، تكوين اقتصادي. كان أعتقد بأن كل الكتب الجديدة التي كانت تصدر ديك الساعة على مستوى الساحة العربية، سواء التي يترجمها مدرسة الطرابيشي في لبنان اللي كان ترجم عدد كبير ديال الأدبيات الماركسية، أو ديال كتاب ومثقفين بحال محمود أمين العالم، طيب تيزيني، سمير أمين إلى آخره من الكتاب اللي كانوا بارزين، على حسين مروى إلى آخره. فهذو كانت بطبيعة الحال الحضور ديالهم عندنا حاضر بشكل كبير، إلى جانب الترجمات اللي حدثت الأدبيات الماركسية نفسها، سواء ديال ماركس أو إنجلس أو ديال شيغيفارا أو ديال كاسترو إلى آخره، هوشيمين، هذه الأسماء البارزة ذاك الزمان في الحركة الثورية العالمية. بالتالي كانت أدبياتهم رايجة في صفوف هذا الشباب اللي كان تقرأ، كان لأن إحنا إلا كان ديك الساعة تدخل شي بركة من عند العائلة وصلتك شي بركة كيخصك تمشي تشري كتاب وهذاك الكتاب تتقتسمه مع أصحابك باش تاهما يقراو إلى آخره. الأجواء اللي كانت بطبيعة الحال مشجعة، لأن كانت عاطية مناضلين مثقفين يمكن نقولوا من ديك الوقت، لأن أنا كنتذكر بأن حتى في الدروس داخل القسم كانوا بعض الأساتذة كيوجدوا صعوبة في مواجهة المناقشات ديال التلامذ ديالهم. حركة 23 مارس تمام يسارية سرية، اي من انطلاق من النقابة الوطنية للتلاميذ، لان حتى هي كانت تابعة لها التنظيمات. فبطبيعة الحال تم اختياري للالتحاق بالمنظمة 23 مارس. اول من عرض عليك الفكرة ديال الالتحاق بهذه الحركة؟ بصراحة هو أولا يمكن نشيروا الأجواء العامة، لأن الأجواء العامة كان فيها هذا الفكر، ليس فقط راهين من الحركة الماركسية الحديثة أو اليسار الجديد كما كان كيتسمى، ولكن كان كذلك الحضور ديال نسوش الحضور ديال الحزب الشيوعي المغربي اللي كانوا عنده واحد العدد من الأطور مثلا في مراكش كانت موجودة في اللي ولا دابا حزب التقدم الاشتراكي الآن،
وكانوا عنده طور في عدد من القطاعات، وكان مراكش من المواقع الأساسية لأن كانت فيها اعتقالات ديال واحد العدد المناضلين ديالهم اللي تحكموا تاهما في بداية السبعينات. وكان باسكون خاض تجربة تما في الحوز مع عدد من الأطور ديالو مع الفلاحين في المنطقة ديال الحوز، فكانت بمثابة بيبينير اللي فيها هذا الفكر منتشر. وكان واحد الأخ ديالي كبر مني كان عضو في البيباس كذلك في البالاس ديك ساعة، حزب التحرر والاشتراكية، وبالتالي كانت الأدبيات حتى ديال هذا الحزب كتحضر عندي أنا في دونك كان من الزاوية النظرية يمكن نكون كان عندي شوية مؤهلات أكثر في هذه الزاوية إلى جانب الحركية ديالي في داخل الثانوي اللي من خلالها غادي يتم استقطابي لخلية في 23 مارس، واللي غادي يتطور حتى غادي نولي في الخلية المركزية ديال المنظمة 23. عنده الدور يعني كان شخصيات هي في الحقيقة، لأن كان يمكن نشر الأصدقاء كان السي محمد موفق، هذا كان يشتغل كاتب الضبط في محكمة مراكش، كان محاوهبي. هذا كان كبر منكم؟ هذا كبر منا محاوهبي، كان في التعليم. أحمد راكيز كان طالب ديك الساعة في الجامعة وينتمي للتيار ديال الجبهة هنايا، كان وآخرون ما فيهم بعض الأساتذة اللي قراونا، مثلا أنا كنت تلميذ مثلا عند محمد حسان في القسم ديالو، ولكن في نفس الوقت كنت معاه في الخليه المركزيه ديال التيار ديال التنظيم. ولكن بين المدرسه بين القسم والمهمه النضاليه كان دائما تقريبا ما تنتعرفوش في المدرسه، بحالي بحال التلامذ. السلام عليكم. شنو هي ابرز المحطات النضاليه اللي خطيها مع 23 مارس في المدرسه واللي بقات عالقه في التهديد؟ وهي قيادة هذه الحركات ديال الإضرابات ديال المظاهرات في مراكش، مناسبات متعددة، إما احتجاج على قرارات أو ديال الوزارة التربية أو الإعدام مثلا ديال الضباط وديال وديال داكون كذلك والجماعة ديالو ديال 3 مارس. فكل المناسبات اللي كانت كيكون فيها التضييق او كيكون فيها قمع شرس كنا كنعبروا على الرفض ديالو من خلال اضرابات اللي كتشمل عاده جميع ثانويات مراكش، ومن بعد كنخرجوا في مظاهره كنحددوا المكان المناسب في مظاهرات اللي كتحضرها المئات ديال التلاميذ بشعاراتها والى اخره. فهذا كان جيل، ماشي جيل الكوطة، هذا كان جيل ديال الانخراط وديال ياخذ موقعه من خلال قدرته على العطاء في المجال السياسي وكذلك على المستوى الفكري. كان لاننا كمناظرين حتى داخل ثانويات ديالنا كانوا اساتذه ديالنا يحترموننا، وكان الإدارة نفسها كتحترمك نظرا للمستوى ديالك، على المستوى النقاش، على المستوى الترافع. من جانب النضال ديالك ما خلقش لك مشكل مع الأسرة ديالك وخاصة مع الوالد اللي هو تيشتغل كقاضي؟ خلق لي مشكل، كان واحد الفترة مثلا في هذه من الحكايات خداني عيطوا ليه من الإدارة ديال الثانوية في 72 كنظن، نظرا لهذاك الحركيه قالوا لي اودي راه ما كاين قرايه ما كاين دي ولدك. هو كان باقي ديك الساعه في هذاك كنظن السنه الاخيره او ما قبل الاخيره في قلعه صراغنا، فمشيت لقلعه صراغنا وانا نتلاقى مع واحد المناضل من حزب التحرر والاشتراكيه، عنده واحد لابلاك شينواز باش يطبعوا المناشير في الدار. قلت له اصدر لك نطبعوا شي منشور نشوفوا هنايا هاد الاعداديه اللي كاينه هنايا نديروا نحركوا شي اضراب. داكشي اللي فعلا درنا، طبعنا واحد المنشور فيه الدواء كذا والانخراط في الديناميه اللي خايضه المغرب كامل الى اخره، علقناهم في الشجر في الليل. فالاثنين الصباح صباح الاضراب لانك تعرف هذيك المناطق اللي اول مره كاين وحده اضراب في قلعه صرارنا. دونك بش ديك العفويه ديالو بداك الحده
وكان كيتصادف هو ان هذاك الاثنين هو كيكون سوق اسبوعي ديال القلعه الصراغنه كيكون نهار الاثنين كذلك. دونك مشى كلشي هجم جهه السوق ولا الجدرميه داخلين الى اخره. فمن بعد بداو تيقلبوا شكون يكون. انا كنت جالس انا واحد صديق في حديقه في الحي الاداري زعما فين كاين الفيلات ديال هاد الموظفين ما فيها الدار ديال الوالد هناك والقائد ممتاز وكيل الملك الى اخره. هو دايز داك القائد ما سولش شكون سول اش كدير هنايا وفين كتقرا. قلت له انا كنقرا في مراكش. يقول لي ودي دوكا ثقلوني في واحد البنيقه تمايا في القياده اللي من بعد الوالد كيسق خرج خرجني وداك الشيء عاد رجعني لمراكش. دونك هذه من الحكايات. بل اكثر من هذا انه تقريبا انا حياتي في الثانوي كل عام تنمشي للثانويه لان كيعتبروني بحال المنشط الاساسي ديال هذيك الحركات. فمن ابو العباس السبتي الى ثانويه الحسن الثاني الى ثانويه ابن عباد فاش اعتقلت. هذا نوقفوا واحد دقيقه نستراح واحد الشيء باش كان مميزات كذلك ديال هذه الفتره هو ان كان الوسط ديال المدرسين كان وسط مسيس بشكل كبير كذلك. هذا كان مميزات ديال المرحله لان كانوا فيهم مناضلين من مختلف القوى السياسيه من الاتحاد من الاستقلال من وبزاف من الشباب الماركسي خريج المدرسه العليا الاساتذه انذاك اللي كانت هي القلعه ديالهم اللي خالقين انشطه ثقافيه داخلها كتكون محاضرات كاين نوادي سينمائيه لتحليل الافلام من الزاويه السياسيه الى اخره. وكان بجنبه كذلك الاساتذه الاجانب وخاصه الفرنسيين اللي اغلبهم كانوا من اليسار ينتمون الى الاحزاب ديال اليسار الفرنسي. هما اللي كانوا كيجيو في هذيك المهام ديال التدريس عندنا اللي ما قدموه من خدمات. لان انا بصراحه في هذه الفتره كان عندي تقريبا واحد النسيج ديال الاساتذه المتعاطفين مع التنظيم ديال 23 مارس والنقابه الوطنيه للتلاميذ في وسط الاساتذه المغاربه وفي وسط الاجانب كذلك. هادو تقريبا الدعم حتى ان وصلنا حتى المدير ديال المركز الثقافي الفرنسي كان مناضل كبير ولينا تقريبا اصدقاء. ومراته كانت استاذه ديالي في الثانويه. فوصلنا الى حد انه تنطبعوا عنده المناصير في المركز الثقافي الفرنسي. وكنديروا تنظيم انشطه ثقافيه داخله وعروض مسرحيه بالعربيه الى اخره. فكان هذا الانخراط العام ديال مختلف هذه الفئات الى جانب بطبيعه الحال الانشطه اللي كاينه في الجمعيات. لان ما نساوش ان بدايه السبعينات كانت شبه ثوره ثقافيه يمكن نقولوا في المغرب. هي مرحله ناس الغيوان هي مسرح الهوات هي الفنانين التشكيليين البارزين اللي كان ديك الساعه المعرض الشهير اللي تدار في جامع الفنكي. فنقرب الفن التشكيلي من الجمهور العادي الى اخره. فكانت ديناميه ثقافيه اللي كانت رافعه لهذه الحركات السياسيه. نسي بالكوش غادي يوقع واحد الحدث غادي يشكل واحد المنعطف يعني في المسار ديالك كتلميذ. وانه في سن مبكر وانت في السنه الاخيره البكالوريا تعرض للاعتقال واللي غادي يغير المسار ديال حياتك. كيفاش عشتي تجربه الاعتقال؟ تجربه الاعتقال بطبيعة الحال كتطوي الحياة ديال الإنسان لأن كتغير لك المسار بكامله. كيفاش تم الاعتقال ديالك بالضبط؟ الاعتقال لأن كانت الاعتقالات بدات من الدار البيضاء. كان شي مؤتمر قمة هناك
وتم اعتقال ديال شي حد بالصدفه عنده موتور ما عنده وراق ما عنده كذا مؤتمر قمه عربيه الى اخره. ومن تما مشى للمقر الى اخره تلقات اسماء دونك بدات عطوا على وثائق واسماء الى اخره واضافه يمكن يكون اعترافات ايضا لان ملي كتكون دخلت تحت التهديد تمايا زعما على حساب القدره ديال بنادم كتبقى محدوده واش غير صمتي بزاف ولا شويه درجه النسبيه فيها ديالك شي ورقه لا انا ذكرني شي حد انا ذكرني شي حد ولكن ملي كانت بدات الاعتقالات كنت انتبهت لها كنتذكر كنت مشيت اتصلت عند الاصدقاء الفرنسيين اللي تحدثت عليهم فكانوا عرضوا عليا خوي البلاد وانهم مستعدين ينقلوني يساعدوني باش نغادر البلد ورفضت قلت انا ما كانش عندي رغبه باش نخوي البلاد في عقب اي محطه من المحطات ديال الحياه ديالي ما كانش عندي الرغبه دائما هذه يمكن نعاود نرجعوا ليها من بعد باش نخوي البلاد تنفضل ان نكون داخل البلد رغم ما يمكن تكون من محن فتعتقلت انا في الليله ديال عيد الميلاد ديالي دونك يوم عيد الميلاد كنت انا معلق في هذيك الطيارات انا كل عصا غادي ندير ال 20 سنه ف دونك هذا كان في مراكش في الدار ديال الاخ ديالي كيجي واحد الفريق مع شي 5 الصباح ولا كذا تيزحوا في البيبان الى تاجا وقلبوا لقاوني لان انا بان لي كاين الحركه فكانت الاسره كانوا مسافرين الوالد والوالده والخوت كانوا مشاو للصويره فقلت خصني شكون شي شهود بانني راه تعتقلت فعلا وكان الدار ديال الاخ قريبه لينا دونك مشيت بت عندو تاجا وداوني من عندو تمايا او داوني للدار بعدا قلبوا تما واش كاين شي وثائق المهم ما لقاو والو ومشينا للكوميساريات ما فين بدا تما في بدات التعذيب بدا كذا بدا الخنق بالماء الى اخره دونك الى حد تسلخوا اليدين وهذا كاين باقي قاعد يطراس هنايا في يدي ديال كيديوك عاود يرمموك شويه وعاود يجيبوك كنعلقوك اليد من اليد ورجل كيدير واحد القطيب وكتدلى بحال الحولي كان كيقول ليه واحد القاضي في شي محاكمه سابقه ديال المناظرين ديال التقدم والاشتراكيه كانت واحد الاستاذه بلغيتي كان استاذه من بعد كانت في المعهد العالي ديال البيطره والزراعه ديال الحسن الثاني هنايا في الرباط وكانت من الفريق ديال بور باسكون فتعتقلت وكيقول لها هذاك المحامي كيسولها كيفاش كذا شنو جرى لك الى اخره قال لها التاديب قالت لها علقوني وهو يقول لها كيفاش علقوك هو ينقز القاضي قال لي كي كيتعلقوا الحوالة خلينا قال لي هنا كثر التفاصيل فاذا كنا معلقين بحال الحولي كتاكل العصا وكتخنق بالماء الى اخره كنا احنا في الكوميساريه جامع فينا كاين في الخلف ديالها كاين واحد الهونغار تما تلحنا لمده 6 شهور هنايا كنا حوالي واحد 15 الناس هكذا شكون الاسماء اللي باقي كتذكرهم اللي كانوا معك ايوا من الاسماء اللي كانوا معايا طالع السعود الاطلسي كان طالع السعود الاطلسي ولا بعض الاخوان اللي ذكرت حسن يذكرهم موطا الى اخره لان هذول لا طلمت ما كانش تعتقل كان في الحقيقه اغلب المناظرين ديال مراكش ما تعتقلوش دونك كان من الحسنات لان احنا اولا ما ذكرنا شي اسماء كذا وفي نفس الوقت ما لقاو عندنا حتى وثائق كان المقر اللي كانت فيه الوثائق ديال التنظيم خويناه قبل من الاعتقالات غير عند ناس عاديين بحال حطيتي عنده شي صنادق تما وصافي الكاغيط فبالتالي كان العدد قليل
لانه هذا العدد هذا تزادوا فيه بعض الطلبه جاوا من ما عرفش كيفاش تجات اعتقالاته. من ضمنهم واحد داز معنا واحد السيمانه تمانا هو احمد خشيشن، كان جابوه من اي سبب. مهم اللي كان وزير دوز واحد رئيس الجهه هذاك الشيء، دوز واحد السيمانه تمايا، والحسن الحظ ما تعرفاش حتى العلاقه، لان انا كانت عندي علاقه به من قبل، هو كان طالب وانا مسؤول على القطاع في الجنوب، وكان كورا من السنين. كان توفي 23 مارس، كان في 23 صافي، هو كيظهر لي هذيك الفتره صافي، هذيك 23 مارس تما سالات، كانت اخر دونك ولكن مشى في حاله، لان رغم العلاقه اللي كانت، انا كنت ننسق ديك الساعه الطلبه ملي كيمشيو من الجامعه في العطله يرجعوا للمدن ديالهم، تنعاود نأطروهم في لجان في كل منطقة، وبالتالي كنت أنا المكلف بتنسيق هذه العملية. ولكن بقات ما معروفاش كمعطى، لأن قلت ليه ما تعرفني ما نعرفش قريب. دوك هذا داز الطرف كبير من هذا الفريق غادي يخرج بواحد المحاكمة دازت في مراكش في أفريل، لان ما كاين والو. ولكن دوزتوا مده طويله في الكوميسار. حنا دوزنا تمايا من نوفمبر حتى لافريل، خرج هذا الفوز. اربع شهور تقريبا. بقينا حنا تقريبا واحد ست شهور تمايا في هذيك الكوميساريه. هادو خرجوا في افريل. ما شفتوا محامي لا عائله لا حتى شي حاجه؟ لا ما كاين لا محامي لا عائله، كان ما كاين لا فراش لا والو، كتنعس على الارض. حتى هذوك الحراس ديال السيمي اللي كانوا مقابلين انا ذاك كنبقاو فيهم كيمشي يجيبوا لنا كرتونات من عند مي الحوانت فاش نعسوا فوقهم وصافي. كيجيبوا لنا خبزه من بول مهارز، وواحد البيدون ديال الماء محطوط في الوسط تما. هذا الشيء اللي عندك تمايا. من بعد ولاو كان واحد شويه التعاطف يمكن نقولوا، كيدخلوا لنا شويه الماكله من عند العائلات، شويه الفلوس باش كنعطيو لهذوك البوليس يمشيو يتقداو لينا الزبده، ها فرماج، ها كونفيتير، ها خبز الى اخره. هذا هو عاد من بعد جات المحاكمه. دازت المحاكمه ديال هذا الفريق اللي خرج في افريل، والفريق اللي بقى نقلوا له انا ذاك الدرب مولاي الشريف. انت كنت في الفريق الثاني؟ انا بقيت في السجن، دونك مشينا تنقلنا الدرب مولاي الشريف عاوتاني للدار البيضاء. شحال بقيتوا فيه؟ انا ديك الساعه كانت بقينا فيه الى حدود 20 كنظن 20 غشت 20 غشت نتنقلوا لغويله. بطبيعه الحال في هذا المسار كتلاقى ناس مختلفين يمكن نعاودوا منه. مولاي الشريف بقى التحقيق ثاني؟ بقى التحقيق تيتعاود عاوتاني. حول 23 مارس. حول 23 مارس تنظيمات، شكون اللي باقي، ياك ما باقي شي وحدين هربانين الى اخره. دونك ولكن كانت فيه بعض النكات. مثلا حنا في الكوميساريه في جامعه فلا كان معنا واحد السيد مقتصد ديال ثانويه الحسن الثاني، جابوه ما تيعرفو حتى واحد. بطبيعه الحال المناظرين تيشكوا انه يكون غير شي جاسوس تما باش يتصنط يخرج خبر، فاذا به هو معتقل في شي قضيه ما عندها حتى علاقه بالسياسه، ما معروفاش ما تعرفات شيء، ولكن بقى تما لمده 3 شهور تا هو بالباندا في عينيه وداك الشيء، وجالس ما فواحد الركينه، ومن بعد كيجمع شويه عاودين النكات في الليل باش نضحكوا وكذا. كان راجل ديال البسط بشكل عجيب، وسالت 3 شهور وطلقوه. ولكن فيما بعد نعرف بان هذاك السيد ملي طلقوه كان داروا ليه في الخدمه ابوندونت بوست، وهو يعطينا ورقه بان تعتقل 24 ساعه. دونك بقى مسكين شي عام وزايد وكذا بالتدخلات الى اخره، باش عاد لقى رجعوا للعمل ديالو في درب مولاي الشريف. بطبيعه الحال الوضع راه هو هذا معروف، كتدخل كتحيد حوايج، كتلبس الكاكي، كسوه ديال الكاكي مشرقه قديمه متقوبه مركبها الى اخره، طيب يحسنوا لك الشعر كامل، الباندا في العينين والمنوط في اليدين ليل نهار ما كيتحيدوش، وانت مجبد ليل ونهار تما، غير ملي كتمشي مره ولا جوج للطواليت حاشاك، اولا ملي كتمشي للتحقيق. دونك هذا هو الحياه ديال درب مولاي الشريف.
اللي من بعد فيها انا كنت واحد الفتره واحد 10 ايام او شي حاجه دوزتها في فافيسان، لان كان عندي واحد التمزق عضلي اللي جرت لي فيه عمليه. وهنا بطبيعه الحال في السانكيام ديال افيسان تما كيعطيوك رقم وسميه اخرى وكذا الى اخره، وكتبقى معزول في بيوت خاصين كان تابع للدرب مولاي الشريف، واحد 3 أو 4 ديال البيوت. ممكن نقولوا حتى هي كتلقى فيها ناس من نوع اخر من الحكايات مثلا المؤلمه ديال هذاك الزمان، ولو انها كتضحك احيانا، ولكن ذاك الضحك ديال المؤلم هو واحد الشخصيه كانت عجيبه، واحد بو مسعود من وجده كان حتى هو تلاقيته تما. وتما علاش جبدتو على في المستشفى؟ لان تما فين كانت الفرصه باش تهضر. بو مسعود هو خالو واحد من القيادات ديال الحركه ديال 3 مارس، كان في الجزائر الميد، وكان القيد اللي كان عندهم في تمايا هو حمد فقير خو الجنرال. فكان صادف هو ان شي مره هاد حمد هيت لهاد با مسعود هو شيفور ديال الطاكسي، قال لي بغيت التليفون ديال خالك. مشى للدار عند مراتو قال لهم عطيو لي التليفون، جابوه القيد. فجار انقلاب، تعتقل فقير، تعدم فقير، تعتقل خوه كذلك. تا هو تلقيته، تا هو تلاقيته في فافيسان. خو فقير، هاد خو فقير لقاو عندو النمره ديال الميد، قالوا لي شكون اللي عطاك هاد النمره؟ منين جاتك؟ انت كتنسقوا عن طريق بين انقلاب ودوك الارهابيين وكذا، شكون اللي عطاك النمره؟ با مسعود هو اللي عطاه النمره. جابوا با مسعود بقى تمايا، لقيته كنظن واحد 5 سنين هو في درب مولاي الشريف. حيت لقيناه تما ومشينا وخليناه تمايا، وبقى شي سنتين اخرى ولا 3 كان كيصلي و تيقول واش انا عملت لك اسيد ربي؟ القايد عيط ليا قال لي جيب التليفون دخلك وانا حاطيني هنايا ما كندير والو. حتى ولا مسكين هو غير كيسربي على الناس الماكله في درب مولاي الشريف الى اخره، ولكن قضى سنوات تما. هذا من بعد تحاكم ولا خرج؟ لا تطلق وصافي. تطلق وصافي. دونك هذا من الانماط ديال التعسف اللي كان زعما فين كيوصل بطبيعه الحال. درب مولاي الشريف دونك هذه هي الخاصيات ديالو، من بعدو غادي نمشيو للغويله. فكان كلشي ديك الساعه تجمع في درب مولاي الشريف، كان في 23 والى الامام بجوج سرفاتي الشاوي الى اخره، السملالي شيشاح عبد السلام باهي الى اخره، واحد العدد اللي سواء دابا اللي من بعد داروا منظمات العمل. لا هو كان في مجموعه وتعتقلات قبل منا، غادي نتلاقاو في السجن المركزي هو. كاين طرف واحد غادي ياسوا منظمه العمل، وطرف من بعد غادي ياسوا الاشتراكي الموحد. فهذا هو الوصول الى غبيله بطبيعه الحال. كان السجن غبيله مزيان، تعطينا واحد النبذه على السجن غبيله. غبيلة تقريبا يمكن نقولوا كامتداد لدرب مولاي الشريف، لان ما يسمى انذاك هو فين تيحطونا الكارتي اوروبيان فين غادي نتبرعوا، هو واحد الفضاء فيه الظلام في النهار، ما ضوء قليل اللي كيدخل، الصباغه كحله ديال الحيوط، وحنا مجموعين 4 5 في كل زنزانه. مازال ما تحكمتوش؟ لا مازال ما تحكمناش. 4 5 في كل زنزانة دونك. وكانت وفي نفس الوقت هاد المجموعات تعزلات، كتقسمت إلى 4 أو 5 مجموعات، ما بقيتش متذكر، باش كل مجموعة كتخرج دير واحد 10 دقائق ديال المشي في واحد الساحة صغيرة قد هاد، كبر من هاد الفضاء شي شوية، مصافين واحد من ورا واحد، كندورو واحد القسمين ونعاود نرجعو. تقريبا بقاو داخل الزنازين لمدة 23 ساعة، 23 ساعة ولا 23 ساعة ونص داخل زنزانة صغيرة فيها يمكن تقول
أربعة الأمطار إلى خمسة الأمطار. بالنسبة ل 23 مارس يعني تعطينا واحد الفكرة على شكون اللي كان مسؤول على حركة 23 مارس وشنو وكيفاش كان التنظيم وشنو كانت الأهداف ديال الحركة هذه؟ كيف ما هو في ذاك الزمن التوريه كانت الأحلام كبيرة لأن كانت الناس كتحلم بتغيير جذري في الواقع القيام بثورة على الطريقة الصينية والطريقة السوفيتية إلى آخره عن طريق عنف مسلح وتنظيم الجماهير وتنظيم إلى آخره ولكن كل شيء هذا كان كخطابات أكثر منها واقع لأن هذا الشيء كله كان يتم عبر مناشير ودوريات كانت كتطبع دونك هذا هو كانت الأدبيات أكبر من كبر من الحجم ديال الحركة اللي هي كانت حركة ممكن نقوله ديال المثقفين فيها أساتذة وطلبة وتلاميذ هذا هو المرتكز هذا المرتكز ديالها بالتالي هو الاكتشاف ديالها ربما بالنسبة للدولة هو كأنها اكتشفت شي كنز ما كانش عارفة شنو هو الحجم ديالو وتنظيماته الخلايا وهنا وفي المدن هنا ومتعدد تقريبا تغطي التراب الوطني في المدن الكبرى فقالوا ربما هذا الشيء نيت شي حاجه بالصح وممكن يكون فيها شي داعم الى اخره فمن ثم كان التاديب بشكل بعنف شديد كان القيادات البارزه كان كل جانب السرفاتي لا جانب السرفاتي كانت قيادات كذلك من 23 مارس كان كبير الى اخره عكس الامام كان فيها السرفاتي اول سينو مساره الى اخره كان هو الرمز ديال 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 التنظيم فبالتالي كان شي محاوله ديال جلب السلاح او القيام بعمليه ما لا لا والو ما كان تحت ما جاش الفعل لا ما كان فعل كان فقط منشورات كان منشورات في افكار اللي سماها القاضي الشاوي في كتاب ديالو تجربه الحلم والغبار الحلم والغبار تماما هذا هو اللي كان الاحلام كبيره دونك ولكن هاد نقول واحد النخبه مثقفه والسلام كانت تحلم بعالم افضل وتغيير اللي تغيير اللي كان يمكن نقولوا صوره ديال الزمان ديالهم لان كان ديك الساعه الثوره الفيتنام الكمبودج هكذا كوبا الى اخره الرموز التوريه على المستوى العالمي كانت هي هذه بالتالي كانت هي ممكن نقولوا هي الحلم اكثر منه زعما شي طيب المحاكمه مشينا للضرب غويله هكذا مشات غويله كان ربما من خاصيتنا اولا ملي وصلنا لغويله كان تطرح السؤال شكون اللي بغى يتقدم البكالوريا انا في الحقيقه تقدمت كنت لان اول واحد قدا تقدم الامتحان وخدا البكالوريا ديالو رغم اننا ما كناش كنتوصلوا بالكتب وداك الشيء ولكن كانت الاستفاده من الاساتذه اللي معنا معتقلين دونك تقريبا في التهيئ وفي كذا دونك هذا هو الاضافه بطبيعه الحال الى نتكلموا على السبعينات التكوين يعني تقريبا 74 الوغ احنا خرجنا 75 دزنا الغويله دونك 75 تسجلت وخديتها في 75 76 خديتي باكالوريا 75 في السجن كنت الوحيد اللي تقدمت باش من بين التلاميذ وجاب الله التيسير في خلال العام انا في الحقيقه درتها كتحدي هذه قبل المحاكمه قبل المحاكمه كتحدي لان كانت فيها كذلك استحضار ديال المعاناه ديال الوالدين فكنقول ربما الا خديت هذه البكالوريا غادي يقولوا هذاك راه فضيعه ما بهاش راه ما غاديش هو خدا البكالوريا وداك الشيء فبالتالي المهم كانت النتيجه ايجابيه وكان في السجن في غبيله كانت شي زياره كان مسموح للعائله تزوركم بعد واحد الفتره كزورنا العائله والفتره الاولى كان ممنوع الكتب بشويه بدا كيدخل شويه بشويه الادبيات كذا الروايات في ذاك الوقت اللي ما كان شيء الامكانيات ديال ادخال الكتب كان اللي حافظين مثلا الحفظه ديال الشعر وديال كذا لا كانوا كيكتبوه في الكاغد ديال السكر
دوك هذيك المربع الازرق ديال السكر كتحل وعاوتاني تقسم منه طرف اخر باش يكون له راق كثار، وكتكتب تما القصائد درويش سامح القاسم الى اخره، وكتبدا الدور على الزنازين كيخرجوا الاستراحات يخليوها تما. دونك تما في الحقيقه حنا ربما حفظنا شعر وحتى اغاني، لان كانوا الناس اللي معنا كانوا حافظين الفيروزيات وغيرها والشيخ امام وما الى ذلك. فكان هذا هو يمكن هو الماده اللي كالطلاع، اللي بطبيعه الحال من بعد غادي تطور، كان تطور كذلك حتى طريقه التواصل فيما بيننا عن طريق ديكود صنعنا نوع ديال الكتابه بنقاط ورمزيه باش ما يقراهاش الاخر، اللي كانت كتدور بين المجموعات اللي هي معزوله تمايا، تتمشي ملي كتبغي تنشر الحوايج كذا كديرها في مكان وكتعطي الاخر اشاره الى اخره. فربما في هذاك الوضع كتشوف القدره ديال الانسان على التكيف مع واحد الواقع اللي هو ماساوي، اللي ربما يدعو الى الاحباط والى كذا، كيفاش كيخرج منه طاقه اخرى اللي كيبلورها كاشكال ربما تعتبر اشكال نضاليه، ولكن كاشكال ديال المقاومه ديال القتل ديال الانسان فيه. دونك هذا كنعتبر بان هذه كذلك من الدروس، وكان الناس اللي معنا، لان كانت الدرب مولاي الشريف كما قلت لك كان هو امتداد لهذيك الهمجيه وذاك التعذيب، ومره يجي يشتوا لي كل شيء الحوايج ويخويوا لي الحليب فوق الدونتيفريز فوق الكشاف وكذا، ودبر راسك انت مع هذاك الشيء. المهم باش المعنويات تكون طايحه على الارض، هذا هو كان الهدف، هو كيفاش ترجع تخلي. وفي هذا كانت ناس كذلك شخصيات اللي عندها مقومات ديال التنشيط. كانوا معنا مثلا، انا كنتذكر واحد الصديق كان الله يرحمه الهاشمي بالرضا، كان طالب انذاك في سنه رابعه في شعبه التاريخ من مراكش حتى هو. هذا كان داير لنا تنشيط ديال الحكي، بحال داير لنا حلقه تما احنا اربعه الناس من في الزنزانه، من ضمنهم اللي باقي دابا السي حمد الحبشي اللي في المركز اي تي الدر في الدار البيضاء، ومع الاشتراك الموحد كان في منظمه العمل الى اخره. كان السي احمد هو الرجل ديال المسرح هو في الاصل. دونك اللي غادي هذيك الموهبه غادي توظف ملي نوصلوا للسجن المركزي. كان هذا السي بالرضا كان داير لنا حلقه تمايا من شخصيات وهميه كيخلقها، تيقول لك واحد صاحبي في الحومه سميتو كذا، وتيعاود لك عوالم ديالو، قصه حب ديالو، كيفاش خدا الكوتشي وهو غادي، وحنا جالسين بحال كنتفرجوا في شي فيلم. فهذا الشخصيه في الحقيقه وكان مريض بشكل كبير، عنده واحد الاذن ولكن ما كاين علاج ما كاين والو. كان مسكين يصير الى ان كيطبخ طابه في الغطاء ديال البواطه ديال نيسكافي وكيقطرها في ودنيه باش يوقف، لان ما كيبغيش يديوه عند الطبيب. فمن بعد المأساة ديالو غادي يخرج وغادي ينتحر للأسف، فكان نفقي بن صالح أو شي حاجة كان يعني بعد خروجه من السجن انتحر. فهذه بعض الأوجه. بطبيعة الحال غادي ندخلوا ديك الساعة ثانية في المعركة ديال بغينا نتحاكموا. المحاكمة كطالبوا بأنكم خصنا نتحاكموا. تقريبا الاعتقال الاحتياطي هذا احنا من اواخر 74 الى بدايه 77. وانتم بدون محاكمه؟ احنا بدون محاكمه، دخلنا في اضراب عن الطعام تنطلبوا باش نتحاكموا. فجاء من بعد جات المحاكمه، وجات المحاكمه بديك الاشكال مثل باقي المحاكمات اللي كانت سائده في ذاك العصر، محاكمه سوريه اللي ما فيها لا تمييز بين هذا ولا ذاك، زعما كانت وكانه بحال اللي حط واحد المجموعه ديال الكوات فيها السميات، وكيهز هذا العرام تيقول هذا خمسه، هذا 10، هذا 20، هذا 30، هذا مؤبد الى اخره. دونك ما كانش لا ترافع، ما كان
ما تيخليكش تهضر في الاخر كاع ولا جرى علينا من فصل القاعه القاضي وكيدخلنا بواحد بواحد. كان السي عبد الرحيم برادا الله يرحمه، كان السي عبد الرحيم الجامعي وسي كان كان في الهيئه الدفاع، والسي عبد الرحيم برادا الله يرحمه حتى هو كان من كان من ابرز العناصر في العائقه في الهيئه الدفاع، لان كبار المحامين في الاحزاب الاخرى كانوا رفضوا يترافعوا نظرا لان طرف من المعتقلين كان كيطالب بتقرير المصير في قضيه الصحراء. هذا كان هذه مشكله، كانت فيه مشكله. واحد اللي كان حاضر مسكين باستمرار هو عمر بن جلون اللي كان الى حدود اغتياله، وهو كيجي وتيناقش وتيحاول يقنع بانه هذاك الموقف خليه محطوط بوحده ما نجبدوش ما يكونش موضوع، راه هذاك الشيء اللي بغى يديكم ليه الى اخره. فبالتالي ملي خرج هذاك الشيء فعلا كان جو عام مناسب مهيئ، لان حتى بعض الاحزاب الوطنيه في ذاك الزمان في عناوين صحفها كانت تقريبا تدعو الى تشديد الاحكام بالشكل. هذا الموقف ديال 23 مارس من قضيه الصحراء وساهم في انه يكون هذا التعامل القاسي معكم؟ هو في الحقيقه كان الموقف الابرز ديال الامام، لان اغلب ديال الناس ديال 23 مارس كانوا مع كيقولوا الصحراء المغربيه، مع عدد من القيادات ديالها بما فيهم المرحوم عبدالسلام مدان بن شقرون علال الازهار الى اخره. فكان الجهه الاقوى هو في الصف ديال الامام اللي كنظن راه باقي الموقف الى الان حاضر على مستوى التنظيمي. فا دونك صدرت الاحكام بهذا الشكل هذا. كان برادا كنذكر هو في نفس لان كان يتدخل باستمرار، ففي مرحله قالوا ليه ما تجيش، وضعوه في الاقامه في بيته ما يخرجش. قالوا ليه راه وصلنا خبر بانك انت مهدد بالقتل، وسدوا عليه. فكان تحرك ديال النقابه المحامين وكذا، ومشاو لعند وزير العدل الى اخره باش عاود تلقوه يجي للمحكمه، لان كان فعلا وجه متميز في وسط الدفاع اللي كان. الحكم اللي صدر عليك؟ انا الحكم اللي صدر عليا 5 سنوات. كنت دوزتيها كملتيها ولا زدتي فيها؟ لا انا ما كيتسالوني والو، دوزت حبسي. لا 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 دوزت باقي، انا خرجت حتى الاواخر ديال السبعينات. دونك لان حنا كانوا يحكموا علينا بسنه مثلا 5 سنوات زائد سنتين، وكل واحد زاده سنتين، 10 سنوات زائد سنتين هكذا الى اخره. علاش زائد سنتين؟ زادوا علينا بتهمه اهانه القضاء. هذه جريمه اخرى. جريمه اخرى تفصل المحاكمه. تنتناوشوا مع القاضي. دونك واحد الساعه بدينا رفعنا الشعارات تمايا اللي ما كيخليناش نهضروا، هو طردنا من القاعه وزادها حتى هي اضافه وعطاها سنتين اضافيه. هذيك السنتين من بعد درنا فيها المسطره ديال الطعن فيها، اي ديال ادماجها، اي ماشي تضاف، لان كانوا مسجلين علينا بانك دوز كل واحد مثلا 5 سنين زائد 2 هي 7، في حين انه من الزاويه القانونيه هذه المساله ما كايناش. كما كيقولوا المساجين العاديين تيقول لك الكبيره كتاكل الصغيره. دونك داروا مسطره من ناحيه كذا وتدمجت هذيك السنتين. ديك السنه من نور المحاكمه مباشره نقلونا الى السجن المركزي. في جوج مجموعات انذاك، الف في جوج احياء، حي الف وحي باء، اللي حتى هي بقى فيها في الاول نفس النموذج، اي الحي تتقسم على 4 وكل مجموعه كتخرج الدور شويه وتدخل تسد عليها. وانا ثاني في نفس هذيك الفتره عاود كانت بدا ثاني اشكال اخرى، نتذكر من ربما من الجوانب المرحه في اشكال المقاومه، لان تما كان الزنازين انفراديه كل واحد زنزانه. ففي فتره ما كنتذكر شيء من صاحب الفكره، ولكن كانت فكره جميله. هو نهار السبت كنديروا سهره، اللي كيعرف يغني واللي كي وانتم في الزنازين انفراديه كل واحد في الزنزانه ديالو كتسمعوا بعضياتكم، وكنديك من هذاك
داك الشريجم الصغير اللي كاين كتدوز اصوات كتهضر. كنتذكر كان من المسيرين ديال السهره الاسبوعيه هو احمد الحبشي وفي نفس الوقت كان كيدير لنا واحد المسلسل دير مسلسل كل مره كيدير فيه حلقه من السبت للسبت مسميه شكون اللي هرس البراده. هذه حكايه هو صنعها حتى هو من خياله كرجل مسرح. وكان تنتسناو هذاك نهار السبت شنو هي الحلقه المواليه فين غادي يوصل هذاك اللي هرس البراده مع وتكتشف الناس اخرين اللي عندهم مواهب اللي كيغني بالانجليزيه واللي كيغني بالعربيه واللي كيقرا شعر الى اخره. فهذه كانت من الاشكال الى ان بدا شويه الانفراج داخل السجن المركزي حتى هو باش تفتح شويه البيبان. ولكن في نفس الوقت ما كانش شي تحسن كبير على مستوى الحياه المعيشه ديال الاكل وديال كذا الى اخره. فاتخذت شي معركه جديده اضراب اللي للاسف هو فين غادي توفى سعيد المنبهي لان كانت بقاو هما في غويله هما والسلفات يخلوهم تما. دونك كان من ضمن المطالب كانوا تحكموا ولكن خلوهم تما ما جابوهمش. فكان احنا من المطالب كذلك هي الحاق السرفاتي بالمجموعه وهما يجيبوهم للسجن ديال النساء اللي كاين سجن العواد في قنيطره. توفات للاسف الشديد. دارت اضراب في اليوم كذا و30 كانت. فعلى اطر هذا الاضراب غادي يعاود يشتتونا. كانت طالبه. فاللي وقع هو انه شتتونا من بعد هذاك الاضراب تحل وكذا بتدخل لان هو في الحقيقه كان فيه خطا سياسي. كان واحد طرف من فصل المعتقلين خرج موقف مساند للبوليزاريو من السجن والناس داخلين في اضراب ما فراسهم ما يعاودوا كيدير الاضراب تطالب زيد بكاشه تطالب السردين تطالب الحليب الى اخره. دونك هذا ما غنعرفوه حتى من بعد لان ملي وصلت الموت ديال سعيده وبداو الناس في حالات خطيره على المستوى الصحي انا ذاك تدخلت المعارضه في وسط البرلمان بقياده فتح الله ولالو وهما اللي كانوا بداو الوساطه بين اداره السجون والمضربين. وكان جاو زياره للسجن تمايا جاو ولالو مع شي فريق على اساس ايقاف الاضراب وهما يلتزموا بتتبع ديال تحسين الوضعيه ديال المعتقلين هذاك الشيء المطالب اللي كانت الى اخره. فكذا باش توقف الاضراب واللي خلى عاهات عند عدد منهم اللي بقات معه حياته كامله الى ان توفي. خط الاضراب تنايا لكن ماشي بزاف انا في الحقيقه شي 12 يوم او شي 12 يوم بلا ما ماكله بلا ما لا ما كاين ماكله لا هو الاضراب راه اضراب كاين لا كاين الماء وكاين السكر كاين لا كاين وما يمكنش تكون شي واحد دير اضراب بلا ما بلا سكر في العالم كامل راه هذا هو الاضراب اللي كيقول راه ما كياخذ لا ما لا سكر راه تيكذب. دونك انا ديك الساعه ما كنت مريض يلا خرج من ديك العمليه الجراحيه. دونك هذا هو اللي كان خفف لان كانت تراعات الوضعيه الصحيه ديال الناس حتى في وسط كاين المرضى كاين اللي ما دخلش كاع في الاضراب. دونك نهايه هذا الاضراب غادي عاود يشتتونا على عدد من السجون. مشينا الطرف مشى للشاون الطرف مشى للمكناس حنا انا مشيت مع فريق السطات لعلي مؤمن بقينا ثاني تمايا. كانت تجربه من نوع اخر ثاني عاود بنا حياه تما فعلا تحسنات الوضعيه بالنسبه لنا حنايا على الاقل في السطات. كانت شروط ديال العيش مزيانه كان سجن فلاحي كيجيبوا لك خضره كيجيبوا لك الحليب الى اخره. كانت اداره تاعي تعلمنا الفلاحه شويه لا ما تعلمنا والو حنا تنديروا غير التجمعات وكنناقشوا هذا الشيء اللي كنعرفوا نديروا. دونك داز مده ومن بعد غادي يعاود يرجعونا كاملين للسجن المركزي وتما بدات في الحقيقه انفتاح بدات الزنازين مفتوحه النهار كامل الى اخره. الكره التيرانات اللي شويه تولى اللي كيربي الحمام تما يا تولى
الى اخره. دونك ديك الساعه مشات بلا مسلسل اخر. انا هاد بدايه المسلسل هي اللي حضرت لها، من بعد هذاك المسلسل غادي يتوسع بطبيعه الحال، اللي غادي يولي فيه تدخل الالات الموسيقيه، الجيتار، العود الى اخره. بدات العائله كتزور بشكل عادي؟ لا تما كانت زياره في الحقيقه، كانت معزوله. ولكن زار، كانت يزار باستمرار. اه كان مسكين كيجي باستمرار تما، وديك الساعه هو عنده كذا و70 عام ولا كان تقاعد. اه كان تقاعد، دونك كان كيجي. لا على طول مده الاعتقال كان كيجي في الحقيقه، لا في ويله ولا في المركزي ولا غيره. دونك السجن المركزي تما ثاني عاوتاني دخلت حياه اخرى ديال الكتب، ولات عندنا مكتبه كاع داخل. ما تسجلتيش تقرا في الجامعه؟ تسجلت في الجامعه انذاك. الحقيقه في الاول تسجلت في شعبه الفلسفه باش نبقى في المركزي. اما في التسجيل الاول فكان في كليه الحقوق، قلت لهم ندير الحقوق، قالوا لي نسجلوك في الدار البيضاء. ديك الساعه فاش يلاه خديت انا ما عنديش ما ندير بالدار البيضاء، خصني نجي للرباط، لان الرباط هو كيتلاقاو فيه الناس اللي كاينين في المركزي. انا بدلت هاد الشعبه، عاود درت شعبه الفلسفه لان كانت في الرباط. دونك درت سنتين الاولى والثانيه خديتهم في السجن المركزي، عاد من بعد غادي نغادر السجن. اي سنه بالضبط غادرت؟ غادرت السجن في 3 ديسمبر 79. يعني من اللي تعتقلتي في 9 نوفمبر 74 غادي تغادر حتى 3 ديسمبر 79. وديك الساعه خرجنا بطبيعه الحال، كانت واحد الخرجه حتى هي ربما تكون هي اللي نهيو فيها هذه المرحله. كان اب حيت خرجنا جا القرار ديال هذا، وخرجنا بشكل مفاجئ الصباح بكري. دونك شنو اللي وقع؟ بدات نقلبوا شكون اللي غادي يدينا، ما عندنا احنا ما عندنا فلوس. المهم صادف ان الاب ديال واحد من المجموعه اللي خرجت، لان كنا خرجنا مجموعه، انا كان مصطفى السليماني رجل اعمال الان في الدار البيضاء، كان عبد السلام بودرار اللي كان سفير في لندن، وكان حماني وإليغ حسن موطا. كنظن هذو هما الفرقه اللي خرجنا. كان بات حماني كان تاجر في الخضار، فكان شي بيكوب ديالو جا تما القنيطره، دار شي ليفريزون وتم الاتصال به. ما عرفتش انا كيفاش تم الاتصال به، هو يجي هو اللي خدانا. دونك في البيكوب دونك ركبنا في اللور ديال البيكوب، جابنا من قنيطره حتى للرباط. اللي جا للرباط نزل في الرباط، واللي بقى كمل مع الطريق حتى لكازا. حنا نزلنا في الرباط لان كان عندي الاخ ديالي في الرباط باش العشيه، خداني انا والصديق موطا مشينا لمراكش. سي بلكوش، نواصل هذا الحديث الشيق معك حول استرجاع الذاكره في مسارك النضالي والحقوقي والديمقراطي. كنا قد توقفنا عند مغادرتك للسجن في سنه 1979. صحيح. قبل أن نتحدث عن تجربتك ما بعد السجن، أريد أن أطرح عليك سؤالا حول تجربة السجن. نعم. كيف كانت تجربة السجن بالنسبة لك من ناحية، سواء نواحي هي أكيد أنها سلبية، ولكن أيضا أنه ربما كانت فيها دروس يعني بالنسبة لك؟ إيه أكيد، هو يمكن الواحد ملي كيوجد نفسه في هذه الوضعيه مهما كانت الاعتبارات ربما تكون قاسيه بالنسبه للحظه الاولى، من حيث الصدمه، من حيث تغير المناخ اللي كتحرك فيه، حريه ما كايناش، ضغط، يمكن يكون تاديب، يمكن يكون غيره من المعاملات المهينه لكرامه الانسان. ربما غادي يكون هنا الواحد باش يكون قادر يواجه هذه المحطة، لابد له من أن يستخرج من أعماقه من قوة جديدة
لمواجهة هذه الأوضاع، قوة اللي تعطي أمل، اللي كتنفتح الأشياء الجميلة، اللي ترسم طريق آخر اللي يمكن قضاءه في ظل وضعية محددة، مثلا سواء على المستوى الدراسة، على المستوى قراءات الأدبية، على المستوى التفكير حتى في مسار الحياة، لأن في ذاك الواقع العزلة ربما كتبان لك قيمة الناس، قيمة المشاعر الإنسانية، سواء تجاه الوالدين في علاقة حب أو علاقة عاطفية تجاه امرأة اللي كنت عندك بها علاقة أو اللي عنده أطفال كذلك. فكيفاش تخرج من هذه الطاقات الجديدة اللي تفجرها بأشكال مختلفة، اللي ربما يكون الكتابة أحد التعبيرات ديالها. أنا كان أعتقد بأن هذا كان من الخلاصات الأساسية، لأن السجن بالنسبة لنا كان مدرسة، لأن كنا كنقراو ربما واحد الزخم ما قرأناه من آداب ومن كتابات في السياسة والفلسفة، ما كانش الشروط تسمح، ربما في موقتي في مدرسة ما تقراش هذاك الكم الهائل في الحقيقة، وفي نفس الوقت معك ناس من طينة خاصة اللي كتفاعل معهم من حيث الأفكار وإلى آخره. فكما كان كتب حميد برادة في واحد الروبورتاج جميل كان داروا في مجلة جنافريك، مدرسة تكوين الأطور، القنيطرة مدرسة تكوين الأطور، لأن تخرجت عدد من الناس اللي حصلت على دبلومات واحتلت مواقع مختلفة في مؤسسات الدولة، في أحزاب سياسية، في نقابات إلى آخره. كان أعتقد هذا هو القوة ديال التعامل مع واقع بئيس ويمكن ظالم، لاش تفتح انت واحد الأفق ديال الأمل وديال الانخراط في الحياة بشكل جديد. ناسي بالكوش، تعتقلتي عندك 20 سنة وخرجتي عندك 26 سنة تقريبا. كيفاش واجهتي الحياة بعد مغادرة السجن؟ بعد مغادرة السجن بطبيعة الحال كيخص الواحد يعاود يتكيف من جديد مع الواقع، لأن أولا تلقى المحيط أو العالم تغير من حولك، الناس كيوليو كيشوفوا فيك بأنك رجل خطير، واحد العدد الناس ربما كيقولي لك إلا حتى إلا تسلمت معه ولا إلا قلت معه يمكن يحيط لي البوليس، لأن كان باقي زمان القمع أنا ذاك الثمانينات. فكان كان كان كيفاش تندمج في ظل هذه الشروط؟ بطبيعة الحال أنا كان بالنسبة لي أولا نجدد علاقتي بالجامعة لاستكمال التكوين، وهو ما شرعت فيه. دونك من هذاك الوقت جيت تقريبا استقريت من بعد في الرباط، كان لازم من إقامة، لازم من بين ما دارت السنة باش تقلب على منحة. دونك كان خصني نشتغل. دخلت كان كنت مسجل في كلية الأدب بطبيعة الحال في شعبة الفلسفة، فالسنة الثالثة كان خصني إمكانيات. دونك وليت كان ندير دروس خصوصية في مدارس خاصة، كان عن طريق أصدقاء تمكنت من الوصول إلى الحصول على ترجمات إعداد تقارير تركيبية لمنظمات دولية. وهنا يمكن نشير بأن المنظمة الأساس اللي كانت في الحقيقة استفدت من الدعم ديالها كيف ما استفدت من الخدمات ديالي هي منظمة الإيسيسكو، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، اللي كانوا فيها أصدقاء مشتغلين آنذاك في ديوان سعد الهادي بوطالب الله يرحمه، وكانت تناخذ ترجمات ووجد تقارير الى اخره. ومن بعد عاوتاني غادي يمتدي الى اليونسكو، حتى هي غادي نبدا نشتغل معهم لتوفير الشروط ديال العيش، وفي نفس الوقت مواصله الدراسه ديالي، لان كان عندي الهدف خصني نكمل على الاقل هذيك الاجازه ديالي ديك الاربع سنوات نهيها في شروط اللي كان فيها الضغط. لان كان مثلا من اللي خرجنا احنا من السجن كانت الشرطة تتابعك أينما ذهبت، مثلا لو يتنقل من الرباط نمشي لمراكش نشوف العائلة، من اللي كان وصل لمراكش كيسديني البوليس، كتجيني الورقة كذا، خصني نمشي ونقول لاش جيت هنايا وشكون اللي شفت إلى آخره. وملي نعاود نرجع للرباط نفس الشيء، عاوتاني سديوني للرباط. أنا ما تنعلمش، ولكن هما تيقولوا وصلتي تيقول لك أجي لهنايا أش كدير.
فكانت خاصة من الواحد كيولي بحال عنده واحد النوع، ما عندوش واحد الطابع واحد الكاشي باش يعلموك. انا مثلا ملي خرجت ما منخرط في حتى شي تنظيم ولا شي حاجه. طالبه منك انك تخرط؟ مخرط طالبه مني انا، كانت الامن ديال الامن هنا في الرباط مره قالوا لي علاش ما مخرطتش انت في شي حاجه. قلت لهم انا تجربه سياسيه جربتها، الان اختياري هو بعدا نرسم خط الحياه ديالي انا من جديد. فبالتالي كان ديك الساعه كانوا اقترحوا عليا، كيقول لي رفاقك في منظمه العمل الديمقراطي الشعبي علاش ما تلتقى. قلت له مودي هاد الساعه ما عنديش هذا الانشغال، انشغالي الان هو الدراسه، هو نوفر واحد الحد الادنى بعد الحياه، ومن بعدها يحن الله في البقيه. دونك بقى هاد الوضعيه. من بعد خديت الاجازه ديالي، كنت جيت ماجور دو لا بروموسيون الاول في الفوز ديالي، وبالتالي كانت عندي منحه استحقاق اللي حصلت عليها. كان العميد السي الحجوي الله يرحمه، سي حجي الله يرحمه، فواحد الساعه في وزاره التربيه طيروا لي المنحه، عطاوها لحد اخر ورجعت ليه هو. قلت له هادي هذا الشيء ماشي معقول، لان هذيك الساعه المنحه باش كتاخذها كدوز في اللجنه ديال الشعبه اولا اللي كتزكي هذاك الطلب وكتمشي للهيم هذا الى اخره، وبناء على النقاط وبناء على. فرجعت للسي حجي وكان الله يجازيه بخير وقف وقفه، بحيث مشينا جميع الوزاره لعند المدير ديال المكلف بهذاك الشيء، كان حوار حاد واسترجعت المنحه ديالي. ولكن كان لوزاره الداخليه راي اخر، لان انا كنت سجلت في السوربون باش نمشي نتبع الدراسه ديالي هناك. بعد الاجازه يعني تمام، ما بعد الاجازه. فرفض الطلب ديال باش نحصل على جواز السفر، وهذا المنع اللي سيستمر من خرجت دونك من زمن اطلاق سراحي الى سنة 95، أي 15 سنة من بعد. 15 سنة بدون جواز. بدون جواز، ولو أنني اشتغلت في من بعد، كنت نخرط في التعليم ديك الساعة عن طريق السي عبد الجليل الحجمري أمين سير الأكاديمية بكلية علوم التربية، اللي عاود التحقت أنا وياه باللجنة الوطنية لليونسكو، هو كان رئيس الشعبة. فرسائل من عنده هو، من عند سي محمد بن البشير كان عضو اللجنه التنفيذيه حزب الاستقلال، هو الامين العام انذاك ديال لجنه اليونسكو، رغم كل التدخلات الرسائل من وزير التربيه الوطنيه ولا شيء، ما كاينش حتى جواب. رفضت تعطى جواز. فانخرطت في الديناميه ديال الجديده، دونك ترسمت الحياه اخرى اللي غادي تبدا ديك الساعه بالترجمات، بالكتابات في بعض الصحف الى اخره. اللي كنت ندير هذه العمليه في الحقيقه بالمجان، ما عمرني تخلصت من شي جريده كنت نترجم ليها. كنت نترجم مقالات من لوموند ديبلوماتيك، من واحد العدد ديال المجلات المختصه في قضايا الديمقراطيه، قضايا التنميه، قضايا حقوق الانسان الى اخره، اخر ما كان كيخرج. وكان بالنسبة لي هذا يمكن الفضاء اللي فيه انخرط، إلى أن دخلت تجارب أخرى جديدة مع يمكن في الترجمة توجتها بإصدار كتابين اللي صدر، واحد عن دار توقال في 1988 حول المسار التربية، واحد الدراسة ديال جون بياجي على المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من الزاوية النفسية ومن الزاوية التربوية إلى آخره. والكتاب الثاني صدر عن دار الفينك في 93 كنظن أو 92، حتى هو في نفس المسار ديال النمو الذهني للطفل، المراحل ديال التكون ديالو. كان هذا المجال كيهمني كثير إلى جانب الجوانب الأخرى. ومنها دخلت في تجارب مع اللي عاوتاني خرجوا اصدقاء اخرين من السجون، خاصه الصديق عبد القادر الشاوي اللي كانت علاقه متميزه معه كمثقف، كمبدع، كواحد اللي عانى ايضا داخل السجون بشكل مضاعف، وتجربته من نوع خاص ربما حكى اجزاء منها وحكى اخرين اجزاء، انا ماشي ضروري ندخل في تفاصيلها.
ولكن ملي خرج عاود خدنا تجارب. مثلا كنا اسسنا مجله ديال على الاقل انذاك، كان التفكير في خلق منابر جديده باشكال جديده اللي بامكانيات متواضعه، ولكن كانت تجربه من نوع جديد متميز اللي من بعدها جات الموجه الى اخره. هنا هذا هو الاجواء اللي انا انخرطت فيها واللي شكلت جزء من الانشغال ديالي. في الجانب الحقوقي ايضا كانت التجربه ديال المنظمه المغربيه لحقوق الانسان. صحيح صحيح، كانت هنا هذا هو ربما هذا الرابط بين الكتابات والاهتمام والجانب الفكري اللي قريت في اللقاء مع الاستاذ علي أوملي، لان كان استاذي في كليه الاداب، كان هو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فكان طلب مني باش نساعدو شي شوية المنظمة، لأن المنظمة كان تدبيرها بشكل متواضع، زعما نقولوها ما كاين لا طاقم احترافي لا موظفين لا كذا، كان هو واحد الكاتبة وواحد الدفتر اللي داز تيكتب فيه شي حاجة، دونك تدبير بشكل متواضع. فكان وفي نفس الوقت طلب من المرحوم دريس بن زكري حتى هو كذلك نفس الشيء، فالتحقت انا ودريس بن زكري بالمنظمه المغربيه. يمكن لي زافينيتي اللي بيناتنا، انا بالنسبه لي كواحد من الطلبه ديالو في الدرس الفلسفي، وربما دريس بن زكري يتقاسم معه البعد الامازيغي كذلك في الجانب الثقافي، فالتحقنا فعلا كانت اضافه نوعيه للعمل، لان دخلنا نفس اخر. العمل الحقوقي كله انذاك يسوده بشكل اساسي الخطاب القانوني الجف ديال المحامين ديال النصوص القانونيه والنص كذا، دون انفتاح على قضايا اخرى باشكال اخرى من بعد فلسفي بعد سياسي، ما يجري في الفكر الحقوقي على المستوى الدولي، مكانة المنظمة في علاقتها بالمنظمة الدولية اللي كانت ديك الساعة متوترة جدا ومحدودة. شنو هي الملفات اللي كانت هذيك الفترة اللي كانت شغلت الرأي العام للمنظمة لعبت فيها الدور؟ كان أعتقد المنظمة المغربية كان الخاصية، لأنها هي أولا كانت تجربة تبنات من مسار ديال الأزمات ديال الجمعية المغربية، ولكن كانت المحاولة التأسيس هي الخروج من ذاك المنطق ديال التنظيم الحزبي، لأن بين بأنه لأن كنعرفوا بأن الاتحاد الاشتراكي كان هو الأساس في بناء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الأصل، ولما وقع الخلاف داخل الاتحاد أثر على الجمعية نفسها، دونك مشات هي ولات مع واحد الجناح الآخر مشى فحالو، تقريبا انعكست ولات جمدات عمليا من ناحية الهطاء. فكانت الفكرة هي خلق واحد المنظمة اللي يمكن يكون فيها تنوع واللي تغني الفكر الحقوقي، وهذا التنوع في نفس الوقت يحمي الاستقلالية ديالها. بطبيعة الحال هذا مسار اختيار جميل، ولكن بناؤه كان كيتطلب وناس اللي يكونوا مقتنعين به وقادرين الدفاع عليه. تنعتقد بان هذيك الفتره كنا استطعنا باش نفرضوا هذا الاختيار، خاصه اللي دخلنا هذا الدم الجديد، لان بدخول ديالنا للمنظمه كان شجع واحد العدد من المناضلين ديال اليسار باش يلتحقوا، جاوا عدد من الاساتذه الى اخره، بعض الجمعيات كذلك اللي تعاطفت مع المنظمة، لأن كان من الملفات الكبرى اللي كان ديك الساعة سائدة هي الملفات السياسية، الاعتقال السياسي. أنا مثلا من الملفات اللي قدمت ديالي أنا هو ملف ديال جواز السفر، كنت أنا من الملفات المسجلة عند المنظمة، وبفضل المنظمة كذلك حضرت، كنت من الأفواج اللي حصلت على جواز السفر. يعني نسولك هنا على واحد فتح القوس، أنه عرض عليك أنك تغادر المغرب سرا لانه ما تعطاكش باسبور وبقيتي في المغرب، وعرض عليك هذا الامر. اي صحيح. لماذا لم تاخذ هذه التجربه رغم انه هناك يعني شخصيه يعني بارزه اللي لا اكيد انا كان هذا لا يمكن نسميه كاع صديق جمال بن عمر من اللي غادر السجن بشكل خاص، لانه هو العفو كان عفو خاص على الشخص بتدخل من شخصيه فرنسيه اللي كانت دخلت عند الملك المرحوم الحسن الثاني لما كان في زياره لباريس، وطلب منه لان هذا كان مسجل معاه في الديوان،
قال له ما كاين حتى مشكل، فأطلق سراحه وخرج. المهم من بعد كان استقر عندي في البيت ودرنا في الحقيقة حاولنا الحصول على جواز سفر، عاود جددنا الطلبات والتقينا بقيادات من أحزاب متعددة سواء من اليمين أو اليسار، وشخصيات كبيرة فيها زعما وقيادات كاع ديال هاد الأحزاب، ولكن ولا أحد تبنى ملفنا لأنه حتى واحد ما ربما ما تيقش أنه واش حنايا كما باقيين هذوك الآخرين ولا دونك. هاد الوضعية جعلت الجمال الدين بن عمر هو كان بغى يخرج، ففي أحد الأيام هو كان مستقر عندي في البيت، قال لي أنا صافي أنا قررت نغادر الأسبوع الجاي غادي نمشي، ها السعر باش غادي نمشي في باطرة، ولكن مضمون الوصول إلى إسبانيا وغادي يلتقونا الناس تمايا ويديونا لباريس إلى آخره. هجرة سرية. قال لي واش إلا كنتي مستعد السعر ديك الساعة 1500 درهم. فأنا في الحقيقة ما قلت له أدي أنا ما عنديش هذا الرباط صراحة، أنا قلت له غادي نمشي نخرج تمايا وغادي نبدا نطلبهم باش ندخل. أنا قلت لي كنفضل نبقى هنا خايض معركتي في وسط البلد من أجل أن تتحسن وضعيتي ونكون في خضم دينامية ديال النضال من أجل حماية حقوق الإنسان، وهذا هو الاختيار. دونك كل دار اختياره. جمال عمر أي سنة خرج هو؟ هذا هو خرج في شتي تكون 86 87، دونك خرج قال كان اختيار موفق بالنسبه لي لان كانت رغبه قويه عنده، ما بقيش بغى يجلس في البلاد. وجمال بن عمر هو اللي ولا اليوم مسؤول يعني في الامم المتحده، كان ولا مسؤول، كان قبل منها مشى اشتغل في امنيستي انترناسيونال في لندن، من بعد مشى اشتغل في المكتب المفوض ديال حقوق الانسان في جنيف لفتره، ثم التحق من بعد بمؤسسه كارتر في الولايات المتحده للحقوق في مجال حقوق الانسان، ومن بعدها غادر الامم المتحده اللي ولا من كبار المسؤولين الاداريين داخل المؤسسه. فهذا اختيار، انا كل واحد واختياراته. انت في اي سنه خديتي الباسبور؟ انا خديت الباسبور ديالي في 95، اي مده طويله. الظروف والملابسات كيفاش تم تسليمك للجواز؟ لا قالوا من ضمن، لان كانت المنظمه المغربيه تصدر تقارير، كانت اولها تقرير سنوي، هذا التقاليد هذه ما بقاتش الان، كان تقرير سنوي حول وضعيه حقوق الانسان في ندوه صحفيه تنعقد بحضور وسائل الاعلام والسفراء وكذا، كان تقرير وازن لان كانت الحرص على انه احنا ماشي معارضين سياسيين، احنا مناضلين حقوقيين تنعملوا في واحد الافق اصلاحي، وكنطالبوا من الدوله احترام الالتزامات ديالها، دونك الارضيه كانت واضحه بالنسبه لنا، وبالتالي كان كل سنه كنصدروا هذا التقرير بشكل ومنفتحين على الجميع، لان ما نساوش بان المنظمه المغربيه هي اول من توجه لها المغادر تزمان مارت، وكانت عندنا خليه طبيه في وسط المنظمه اللي كانت تستقبلهم تساهم في العلاج، جلسات الاستماع النفسية الخاصة بيناتهم وبالأسر والأطفال إلى آخره، كانت أجواء رهيبة زعما في تلك، وكان فريق واحد النواة الطبية اللي كانت مشرفة على هذا، وفي نفس الوقت العلاجات الأدوية إلى آخره، اللي فرماسيان كيجيب الدواء واللي طبيب في شي مؤسسة كيدخل يدير عملية إلى آخره، دونك كان واحد نفس الشيء بالنسبة مثلا لعائلة فقير، أول منظمة حقوقية توجهت لها هي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بداية كانت الإبنة سكينة اللي تاهي كانت تطلب جواز السفر ديالها باش تخرج، وفيما بعد جات المرأة المرحومة فاطمة نفسها كطرح الملف ديال الممتلكات العائلة اللي تم السطو عليها وكيفاش خص الاسترداد ديال هذا الحق. وهذا الشيء كله كان يرافق بنقاش داخلنا، لان احيانا محل ملف عائله تفقير كان هناك من يتحفظ تيقول اودي هذا الشيء فيه كذا ويمكن يكون فيه القصر، تقول اودي احنا ما تنعرفوش هذا الشيء كله اللي كيتقال، لا ما عندناش احنا على شيء اثبات ولا يهمنا في شيء،
حنا اللي كيهمنا هو ملف عندنا شي حد بغى باسبور هذا مشات ليه ممتلكات خصو ممتلكاته الى اخره نسالوا الدوله عليها. بالتالي كانت هذه المصداقيه ديال المنظمه كانت قويه ما فيها احترام حتى الفرقاء الاخرين في الحركه الحقوقيه. فهاد المنظمه لعبت دور ان تحل هذا المشكل ديال العائله ديال افقي. المهم دارت المجهود ديالها السكينه من بعد غادي تاخذ باسبورها بعض الممتلكات كانت رجعات الى اخره في ديناميات يمكن اطول. ولكن كان الدور ديالها قامت به في هذا الباب بانها ماشي هي في اتجاه هذه السلطه او تلك بل هي في اتجاه الدفاع على قضايا والتزامات ديال الدوله. دونك وفي الجانب التقرير السنوي وهذه الملفات كانت الملفات موضوعاتيه من ضمنها ملف المنع من جوازات السفر كان ملف هو دوري كيصدر بالاسماء وبالارقام وبالتواريخ الى اخره ديال الاداره الملفات وكان ملف الاختفاء القسري كان كذلك يصدر بشكل دوري بلوائح وكانت اللوائح المنظمه المغربيه من اللوائح المرجعيه حتى عند المنظمات الدوليه ديال حقوق الانسان. فهاد الزخام وهاد الديناميات العامه وهاد النخب اللي كانت في وسطها فعلا كانت لان اعطينا غير مثال ديال المجلس الوطني للمنظمه المغربيه لحقوق الانسان ملي كينعقد كيكون حدث حقوقي لان المجلس كان يضم جل النقباء ديال المحامين في المغرب كان يضم قيادات منظمات نسائيه لاله دوينه امينه المريني لطيفه الجبابدي ربيعه الناصيري الى اخره كيضم كذلك الناس وازنين في الاحزاب ديالهم السياسيه من مختلف الالوان منظمات العمل التقدم والاشتراكيه الاتحاد الاشتراكي التجمع الوطني الاحرار هذيك الساعه كان محمد اوجار كان السي مصطفى ليزناسني وكانوا اخرين دونك كان يحسب له اش غادي يخرج عليه هذاك البلاغ يكون له صدى قوي في الساحه. سي ملكوش يعني وقع ثاني واحد التحول يعني بعد المصادقه على تعديل الدستور 96 واقرار التناوب حكومه التناوب في 92 واللي غادي تدخل تشتغل مع وزير المكلف بحقوق الانسان محمد اوجار كمستشار في مجال حقوق الانسان. لعبتي دور في هذا المجال، شنو ممكن تقول لنا في هذه التجربة هذه؟ التجربة أنا بالنسبة لي كانت تجربة أخرى اللي تعتبرها غنية في المسار ديالي، لأن إذا كانت تجربة المنظمة مكنتني من التعرف بشكل جيد على الآليات والالتزامات وبناء علاقات مع شخصيات على المستوى الوطني والدولي في المجال الغير الحكومي. التجربه مع حكومه الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي كانت نظر الى حقوق الانسان من الموقع الاخر، وكان ربما الاختيار ديال السي محمد اوجار اللي كانت معرفه بيناتنا سابقه ولكن ماشي عميقه بزاف اللي غادي تبنى من خلال العمل. بطبيعه الحال كانت الوزاره فاتيه الطاقم والناس اللي جايين حتى هما كذلك، والظرفيه السياسيه تغيرت. جينا مع فتره ديال انتقال الملك، وبالتالي كيف الانخراط في هذه الديناميه بشكل جديد وبشكل اقوى. تنظن اعطينا نفس في الحقيقه، مساهمنا في اعطاء نفس وترجمت الروح السياسيه اللي كان تعبير عليها انذاك من طرف جلاله الملك من خلال انخراطنا في الديناميه على المستوى الدولي، بان السي محمد اوجار من اللي اقترحنا عليه باش يمشي لجنيف امام لجنه حقوق الانسان. فكان من المعطيات اللي تنقولوها هو انه اول وزير مغربي سيلقي كلمه امام لجنه حقوق الانسان في الامم المتحده منذ ان استقل المغرب. فكان الحدث يثير شويه ديال التخوف علاش وكذا. تنقولوا حنا نظرا لظرفيه سياسيه ما كان عندهم ما يقولوا من قبل، بالتالي الان ربما جايين برؤيه، وهذيك الرؤيه هي اللي قدمنا اللي فعلا كان عطات واحد صفه اخرى واستطاعت باش تصالح المغرب حتى مع المنظمات الدوليه انذاك. لان كان اول من التقيناه الحكايه بديك الساعه مع السيد السفير
سي تويمي الله يرحمه كان هو السفير في جنيف. غادي نديروا عشاء اللي نحضروا فيه واحد العدد ديال الشخصيات. فكان السي محمد وجار قال له شوف مع فلان شكون اللي نعرضوا عليه. قال لي راه غادي نعرضوا على الاصدقاء ديالنا باش يكون شويه تبادل مع الوزير. قلت ليه غادي تسمح لي السيد السفير حنا غادي نعرضوا على اللي ماشي اصدقاء ديالنا، هما الاولين واصدقائنا خلي لهم وقت اخر. لان قلت ليه المرحله هي ديال خصنا كيفاش نبنيو واحد الوضع جديد داخل ده. فكان استدعاء قال لي وغادي يجي. وقال لي انا راه ملي كانوا كيشوفوني في الكولوار ديال الامم المتحده كيتخباو تندوز باش ما يسلموش عليا. قلت لي بعث الرسائل ويكون خير. فعلا كان عشاء من نوع خاص اللي حضرته كبريات المنظمات الدوليه في مجال حقوق الانسان، والنقاش مفتوح حول الوضع الحقوقي، حول التحديات، حول شنو اللي يمكن يدار، شنو اللي مازال غادي تكون فيه انتظارات، لان ماشي هذا قرارات ما كتحل شي غير بحضور ديال الوزير. فبالتالي ولكن خلقت ديناميه جديده اللي حتى انه جعلت المغرب مثلا في الامم المتحده انذاك يكتسب مكانه محترمه. يمكن نعطيو دليل عليها هو ان الاعلان الدولي لحمايه المدافعين عن حقوق الانسان لما كان بغى يتعرض امام لجنه حقوق الانسان كان اتصل بالمدير ديال الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ليخبرني بأنه اجتمعت المنظمات الدولية في الموضوع واقترحوا باش أنه يكون يتم تبني هذا الإعلان من طرف دولتين، واحدة من الشمال واحدة من الجنوب. وكان الاقتراح من الشمال دولة النرويج ومن الجنوب المغرب. فقال لي واش المغرب مستعد؟ قلت له انا بالنسبه لي مبدئيا ربما مستعد، ولكن القرار السياسي ماشي ديالي انا، هذا قرار ديال الوزير. فكان الحديث في الطريق ونحن الى في اتجاه جنيف مع السي محمد وجار، وكانت الموافقه بطبيعه الحال على ان ينخرط المغرب، ودخلنا في الخطاب الرسمي اللي تلقى امام اللجنه، ودخلنا في ترافع واقناع الدول بالتصويت لفائده الاعلان ديال المدافعين عن حقوق الانسان. دونك كيفاش كتبني واحد العلاقه اللي كتولي فيها مصداقيه وكتولي فيها الطرف الاخر يعتمد عليك كذلك في الدفاع عن قضايا اللي هو محتاج لها. يعني من خلال هذا العمل الحقوقي من داخل المؤسسات يعني اصبحت لديك علاقات مع شخصيات في الدوله، المستشار الملكي مزيان بن فقيه الله يرحمه، المستشار الملكي محمد معتصم، واشتغلتي في تقرير الخمسينية، شو ممكن تقول لنا على هذه التجربة؟ هذه هي تجربة في الحقيقة أغنت عندي الرؤية اللي كنت نعتقد بأنها مدخل جديد للدفاع عن حقوق الإنسان، هو كيف تؤثر في السياسات العمومية للدولة من الداخل وكيف تتلمس المداخل الممكنة المساعدة على اتخاذ القرار الوازن اللي يمكن يجعل قضايا حقوق الإنسان تتقدم. السي محمد معتصم آنذاك كان عضو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لأن ديك الساعة باقي فيه الأحزاب وباقي فيه النقابات إلى آخره، وكان فيه مستشار جلالة الملك. ومن بعد غادي تجي العلاقة مع المرحوم السي عبد العزيز مزيان بن الفقيه في إطار تقرير الخمسينية اللي كنت ساهمت فيه كذلك، لأنه كان شخصيات أخرى بحال السي فؤاد علي الهمة، السي عمر عزيمان. فملي كتشوف في العلاقة المباشرة مع الناس تكتشف بأن هناك طاقات قوية داخل الدولة نفسها اللي يمكن تكون مساعده بشكل قوي على الدفع في تقدم قضايا حقوق الانسان. لانها اولا تتكون رافقات تجارب احتكت بالناس في خلال المراحل، ماشي غير سمعت بك ولا جلست معك ولا شربت معك قهوه. هذو قضايا حقوق الانسان كانت في واحد الزمان متواصل. انا اللي ديك الاحكام المسبقه على الناس من بعيد بدون معرفه ما كان اعتقد لا تقدم لا صاحب الفكره
ولا تقدم الأشكال اللي ممكن بنائها، لأن خص قنوات وخص الآليات اللي تكون كتحمل هذا الانشغال الحقوقي والانشغال ديال بناء دولة القانون باعتباره اختيار ديال الدولة. هادو كنعتبرهم من العناصر اللي ساهموا في صنع هذه المحطة. طيب هذا يمكن نقولوا بأن شاب اللي دوز الاعتقال السياسي في سن ديال 20 سنة وكانت عنده أفكار ثورية حالمة ودوز السجن وخرج وكان عنده يعني أفكار يسارية ماركسية، واش كنتي كتخيل في هذيك الفترة أنك ممكن تشتغل مع رجالات ديال الدولة؟ لا هذا غادي ما يمكن ما يمكن ما كنتيش تحلم كاع هذا حلم. هذا زعما ما نعتز به بصراحة. هذا الجانب كنعتبره من جانب اللي غنات الرؤية ديالي أنايا حول التحديات اللي كتكون حتى داخل المؤسسات الدولة في الدفع بتقدم ملفات، لأن ماشي كل شيء سهل غير السلام عليكم قرار سير دير هذه وراكي تبدل العقلية وتبدل الثقافة والقانون إلى آخره. هذا عمل اللي كنعتقد كان ثري اللي بطبيعة الحال ما عمرني حلمت به. عدد من اليساريين اللي تقريبا مسارهم مشابه لك يعني خدوا مناصب مسؤولية في الدولة. نعم. لا هذا ما هذا ماشي انا ماشي لا انا ما عندي موقف، ولكن هذا ماشي مسؤوليتي انا. انا اشتغل، انا كنعتقد بان تنخدم بلادي من الموقع اللي انا فيه بكل صدق. ملي كنكون عندي قناعه بالدفاع على واحد القضيه اللي كنعتقد بانها ستساهم في تقدم بلدي تنخدم من هذا الموقع أو ذاك. كنت في الوزارات، كنت في مركز التوثيق والتكوين اللي اللي غادي نتكلموا على مركز التوثيق والتكوين لأنه عنده واحد القصة خاصة. أنك كنت لعبتي دور كبير في أنك تأسس هذا المركز واللي تم الإقبار ديالو فيما بعد. كنت تحكي لنا بإيجاز على هذه التجربة. هو بإيجاز سنعتبره بأن كنا حققنا تجربة متميزة على المستوى الدولي آنذاك، واللي من بعد التحقت بها بعض الدول أخرى حاولت تدير بحال هذاك الشيء، ولكن هذاك المراكز موجودة الآن ولكنها ليست بذلك الإشاعة. قلنا المركز المركز كان هو وليد ديال الاتفاقية اللي توقعت بين الحكومة المغربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة. ديك الساعة كانت السيدة ماري روبينسون هي المفوضة السامية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي. فكانت الفكرة هو أن نحدث مركزا يرافق هذه التحولات الجارية في مجال حقوق الإنسان لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. فتم الاتفاق الأولي في جنيف، بقي عندي بعض الصور تم بعد نعطيهم لك، في مكتب السيدة المفوضة. ماشي ما كانش شي حفل في المكتب التوقيع، وداك الشيء الرسمي كان هنايا في المغرب، لأن ستأتي إلى هنا في افتتاح المركز. كانت حاضرة هي التي المركز في سنة 2000، فجات حضرات شخصيا في حضور في افتتاح المركز، وتا هي كاين وزارته المقر ديالو كان في اكدال انذاك. كاين صور هذا الشيء بحضور عدد من الشخصيات، عدد من الوزراء الى اخره. كان استقبلها جلاله الملك استقبال خاص. فكانت ممكن نقولوا من خلالها كان المغرب عنده واحد القوة ديال الدعم اللي يقظة بطبيعة الحال بانشغالاتها إلى آخره، ولكن اللي كان متعاطفة مع التحولات الجارية للبلد. فكان المركز انطلقنا بطبيعة الحال بهذا الروح المنفتحة، لأن ذاك بدينا الديناميات ديال تكوين القضاة، ديال تكوين الصحفيين، ديال حتى ديال الامن. انا ذاك بدات النواه الاولى ديالهم كانت في هذيك من خلال هذا المركز اللي كان لي شرف ادارته لخلال 5 سنوات، واللي طورت ليه مجالات ديال التعاون مع عدد من المراكز الدوليه في السويد، في اليونان، في ايطاليا، في فرنسا الى اخره.
حتى أنه أصبح مركزا يرد ضمن توصيات الأمم المتحدة أثناء مناقشة التقارير للمغرب باعتباره من المكتسبات الإيجابية في التجربة المغربية والدعوة إلى تشجيعه وتعزيز استقلاليته. في المرحلة الأخيرة وصلنا إلى أن قدمت الفكرة الأصل ديال اعتماد البرنامج الوطني خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان. فكان عبد ربيه بكل تواضع صاحب الفكرة، لأن كنت أنا ذاك في إطار واحد البرنامج تعاون مع السويد اكتشفت التجربة ما في ذلك البلد، وهو كان من الرواد ديال وضع الخطط. فتم الاقتراح بطبيعة الحال مع السي محمد أوجار أولا الوزير، لأنه هو اللي خصو، وكان أعطى الموافقة ورحب بالفكرة وداك الشيء بأنها جادة، وبدأت العمل لتوفير الشروط ديال انطلاقها باتصال مع الاتحاد الأوروبي اللي أنا ذاك كان وفر لنا دعم مالي من جهة، وفي نفس الوقت خبرة على المستوى الأوروبي لدعم هذا. وبدينا اللقاءات حتى أنه جرينا اللقاءات الأولى ديال الترافع من أجل هذه الخطة الوطنية اللي كانت لقاءات ترحيب من خلال اللقاءات مثلا مع المستشار الملكي المرحوم مزيان بن الفقي، مع السيد حجوي، مع ديك الساعة كان مدير ديوان ديال رئيس الحكومة، كان مع وزير حقوق الإنسان، وزير التربية إلى آخره. فكان بدأ التهيئ ديالو لظروف ما. لم تخرج هذه الخطة إلى حياتي ذاك الساعة، نامت لزمن لتخرج بشكل للأسف لم يعطيها القوة ديال التطور. لو أنه تم اعتماد فيما بعد ما يشبه الخطة كنسمعوا بها غير مرة في عامين، كنسمعوا أمضرا فين وصلت هذه الخطة، أما الآليات ديالها وكيفاش الاشتغال وكيفاش التتبع للأسف ما كان شيء. لأن ولو أن في التوصيات اللي كانت ما فيها توصية ديال اللجنة، كان شكلها المجلس الاستشاري آنذاك لتقييم الأداء ديال المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الرسمي، فكانت هذه اللجنة نفسها كانت أوصت بأن يكون مركز التوثيق هو النواة المديرة لهذه لبناء الخطة الوطنية. بطبيعة الحال هذا لم يتم لأن الاعتبارات خاصة بالناس اللي كانوا في المجلس، ولكن كان المنطلق ديالهم لأنه هو المركز الوحيد أولا اللي فتح القنوات مع مختلف القطاعات ديال الدولة، ثانيا دامج في مجلس استشاري داخله، كان عندنا احنا مجلس إدارة ديال المركز اللي فيه ممثلين على الجمعيات المجتمع المدني، كانت مثلا فيه في فترة ما منظمة العفو الدولية، اتحاد العمل النسائي، جمعيات المحامين المغرب إلى آخره، المرصد الوطني لحقوق الطفل، وقطاعات حكومية. كان كيلقي حتى يفتح قنوات للحوار. أنا كنتذكر ملي كان مشكل ديال مراقبة الانتخابات اللي كانت في هذيك الفترة، فكان 2003 تماما فكانت طرحت الإشكالية ديال السماح للجمعيات باش تراقب الانتخابات من الزاوية القانونية كان مشكل، ولكن كان لابد من إيجاد حل. فكان اللي احتضن اللقاء بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية هو مركز التوثيق. هناك كان لقاء بين عمر عزيمان وزير العدل، وكان أمزازي وزارة الداخلية، واحد عدد ديال المسؤولين مع الجمعية المغربية والمنظمة المغربية إلى آخره، اللي تم فيه اتفاق على كيفية إيجاد الصيغة ديال المراقبة. فهذا الدور للأسف من اللي مشى المركز. إذن تم فيما بعد 5 سنوات تم تصفية المركز. لم يعود لأن كان ديك الساعة النقاش كان جاري، كنا كنعملوا باش يولي مؤسسة مستقلة، بأن تنقولوا بأن المغرب في حاجة إلى مؤسسة مستقلة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. باقي المهام ديال التتبع والانتهاكات والملفات وداك الصداعات هذيك لا بد لها من مؤسسة ديالها، وهناك كاين ديك الساعة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ولكن ثقافة حقوق الإنسان في حاجة إلى نواة. وهذا كنعتقد بأن هذا الموضوع لا زال طارح نفسه إلى الآن،
أي اللي تطالع بها كاستراتيجية، لأن من نقاط ضعف المشروع الديمقراطي هو غياب ثقافة ديمقراطية، ومن غياب ضعف من ضعف المشروع ديال الدفاع عن حقوق الإنسان هو ضعف ثقافة ديال حقوق الإنسان. وهذا كنا لاحظناه منذ انطلاق مسلسل العدالة الانتقالية، كنا كنهضروا على العدالة الانتقالية وتا واحد ما عرف علاش كيدوي. فحتى ديك الساعة بلورنا في إطار هذاك المركز برنامج اتفاق مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية لترجمة الأدبيات اللي كانت متوفرة بالإسبانية والإنجليزية إلى العربية أو الفرنسية، وبدينا كنطبعوها وكنوزوها على القطاعات الحكومية، على أعضاء المجلس، على أعضاء الهيئة نفسهم. فكانت الأدبيات ديال العدالة الانتقالية من تما انطلقت من داخل بهذا الروح، لأن هذا هو الرؤية الاستراتيجية اللي كانت عندنا ديك الساعة في بناء هذا المشروع. طيب ما ندخلش في تفاصيل كثيرة حول ملابسات لإنهاء هذا المشروع لأنه سيطول بين الحديث، تمام، ولكن بغيت قبل ما بقي لنا جوج ديال الأسئلة قبل أن ننهي هذا الحديث الشيق معك، وهو أنه كان لديك لقاء مع إدريس بصري في سياق يعني هالديناميك الحقوقية اللي صحيح عرفها المغرب. يعني إدريس بصري وزارة الداخلية اللي منعوك منذ 15 سنة أنك تحصل على الباسبور، يعني أجي واحد الوقت اللي غادي تجلس مع إدريس بصري أظن أني أكثر من ساعة. أي تمام، تحكي لنا هذه القصة. هذه القصة هي جات في واحد الملابسات ديال الظرفية خاصة. كان أول واحد تنعرفوا بأن واحد العدد من المسؤولين ديال المنظمات الدولية ما كانوش كيبغيو يجيو للمغرب، تعتبروا بلد ديال القمع والتضييق إلى آخره. كان وقع ديك الساعة داك الشنآن مع بيير ساني في الزيارة الرسمية ديالو هنا، ماشي ضروري نعطيو تفاصيله لأن دعوا عليه الناس ديك الساعة بشكل كبير. فكان الاقتراح اللي ديالي انا بديك الساعه بلورت واحد البرنامج عمل مع اللجنه الدوليه للحقوقيين، وهي منظمه دوليه مختصه في المساله ديال القوانين والاتفاقيات الدوليه، ومنظمه نافذه داخل الامم المتحده. ديك الاتفاقيات عدد من الاتفاقيات الدوليه والمبادئ المعتمده داخلها من إعداد واقتراح هذه اللجنة الدولية للحقوقيين، كتضم كبار قضاة ومحامين ونقباء وأساتذة قانون على المستوى العالمي. فكان أداما ديانغ هو الأمين العام ديالها، واحد الصديق من السنغال هو الآن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، اقتنع بضرورة المساهمة في إحدى الأنشطة اللي غادي ننظموها هنا في المغرب. داك الشيء خالنا كان من قبل يقاطع مع مروج المغرب. قلت له دونك مرحبا غادي تمشي الى اخره، ديت له قبل ما نجي كان اللقاء مع القضاة شندوه دوليه مع القضاة، قلت له غادي تلقى شخصيات، ولكن قلت له راه انت ما غاديش تمشي لواحد البلد فارغ، انت غادي تلتقي مسؤولين لهم من الثقافه القانونيه والحقوقيه زعما ما يجب اخذه بين الاعتبار. وديت لي بعض المطبوعات ديال عمر الزيمان اللي كان وزير العدل، والسي إدريس الضحاك اللي كان رئيس المجلس الاعلى ديك الساعه، وذكرنا حول الاوضاع الى اخره. فجاء فاش قربت الوقت ناديت عليه في الهاتف، قلت له في اطار الزياره ديالك واش تبغي تتلاقى مع وزير الداخليه؟ قال لي معلوم نتلاقى. هذا قال لي رجل دوله نافذ وينسب اليه العديد من الانتهاكات ديال حقوق الانسان، غادي نبغي قال لي نسمع رايه. وانا قال لي ما كاين حتى مشكل، عندي شرط واحد هو تكون معايا في اللقاء. قلت لي ما كاين حتى مشكل نكون معك في اللقاء. فعلا كان تنظيم اللقاء اللي كان فعلا داز حوالي، يعني كانت هذه الرغبه ديال وزير الداخليه اللي تلاقى معاه يعني كانت رغبه إدريس بصري حتى هو وافق فوافق. كان عن طريق امزازي دونك الى اخره، حضر هو الطاقم ديالو في المكتب ديالو. كانت جلسه شيقه بكل صدق، زعما كان الكل جالس مرتاح ومتلوخ. أداما ديانغ هو هذا شخصية رجل قانون وواحد تجربة كبيرة، ولكن واحد لباقة وواحد دبلوماسية رفيعة فكل قضايا حقوق الإنسان تيجبدها معه، ولكن بأداب. إدريس البصري بطبيعة الحال كيقول أنجزنا وقمنا ودرنا هذا واتخذنا إجراءات فهذه، قلت له يقول له نعم. أنا كيقول لها تنعرف بأنك تدير مجهودات كذا، ولكن المنظمات الدولية
كتقول بان كاين مازال هناك التاديب بان مراكز كذا وكاين كذا الحاله الفلانيه وهذا الشيء خصو جواب. ما خصش الدوله تكون كتسكت، خص تكون كتعطي التوضيحات اللازمه، وراه هذا الشيء كاين عكس على صوره المغرب الى اخره. واحد النقاش مفتوح بادب، وهو انخرط فيه الدريس البصري انا ذاك حتى هو بروح رياضيه. وطبيعه الحال لما انتهى النقاش حوالي ساعه وربع غادي يكون هكذا، كان احد المساعدين ديال وزير الداخليه قال لي برافو، قال لي انا ما عمرني قال لي شفت وزير الداخليه جالس مع شي واحد ساعه هو تيناقش هكذاك ترانكيل وعاجبو الحال. ف وهذا هذا ديان خرج كذلك بارتسام جيد صراحه، لان من بعده تلقى دريس الضحاك، تلقى عمر عزيمان الى اخره، فكان ولا من ربما من اصدقاء الاصدقاء الكبار للمغرب، ماشي بالمحاباه ولا كذا. هذا هادو كلهم اللي كندوي لك عليهم هذا ما شراهم حد، ما عطاهم حد كضوات ما والو، كيخلص البيه ديالو كيجي هو دونك، ولا كيجي في اطار العمل مع منظمه ولا مثلا مركز التوثيق. انا ملي عاود كنت سديته في ندوه اخرى كان ديك الساعه هو المسؤول على كتابه الضبط في المحكمه الجنائيه ديال رواندا، خذ 24 ساعه في الطائره وجا باش دار عرض في مستوى رفيع في المجال. مازال صادر في واحد الكتاب ديال الاعمال هذيك الندوه، قال لي انا الاولى انت اللي كاين في هذه الديناميه ما نجيش، قال لي 24 ساعه قال لي راه تسهدت انا في الطريق باش نمشي نطلع لاوروبا وعاد ننزل لسويسرا وعاد نجي ثاني للرباط. ولكن كان فيها كذلك تقدير للتجربه المغربيه اللي ولا كيعتبرها انا ذاك من التجارب الرائده اللي خص تشجيعها على التقدم في هذا المجال. تبنى السؤال الاخير هو كيتعلق اليوم يعني بعد هذه التجربه وهذا المسار اسستي مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطيه، وبعد تجربه الاعتقال اللي كان في الشباب ديالك، اليوم من البرامج البارزه اللي تعرف بها هذا المركز واللي كتقوده هو يعني تكوينات في مجال الحكامه الامنيه لفائده رجال الشرطه والامن وايضا لموظفي السجون. نعم صحيح، هذا نقولوا ليه مسار ولا مكر التاريخ ولا ما عرفتش نسميوه، ولكن انا في الحقيقه كان اعتز بهذه المحطه الجديده ديال مركز دراسات حقوق الانسان، لان اولا كانت تجربه متميزه ضمن النسيج الحقوقي المغربي. التأسيس كان بطبيعة الحال هو أننا اعتبرنا بأن مرحلة العهد الجديد فتحت أفق للعمل بشكل آخر، ولكن خص أدوات ونمط تفكير جديد كذلك لدى الحركة الحقوقية. صحيح اللي متبع الانتهاكات وكذا هذا دور جيد، دور اليقظة والتنبيه، ولكن غير كافي، لان خص هنا ونرجع للفكره الاولى ديال ضروره تاصيل ثقافه حقوق الانسان في الممارسه المهنيه، ليس فقط كشعارات ولكن كفكر يساعد على تطوير وتحسين الاداء المهني للعاملين في كل قطاع، سواء لدى الشرطي او لدى القاضي او لدى الطبيب او العامل في السجون الى اخره. ومن هنا كان التأسيس اللي ساهمت فيه نخبة متميزة بطبيعة الحال في ذاك الوقت اللي استطعنا نبلوروا فيه هذا البرنامج. البرنامج انطلقنا أول ما درناه هو قلنا تجربة العدالة الانتقالية خرجت التوصية ديال الحكمة الأمنية، ولكن قبل ما نبداوها أرانا لنقوم بتقييم حصيلة هذه التجربة. وكان اول نشاط للمركز هو ندوه دوليه اللي كان حضر فيها المركز الدولي للعداله الانتقاليه، وكان الرئيس ديالو هو نائب رئيس لجنه الحقيقه في جنوب افريقيا أليكس بوريم، هو اللي كان حضر معنا مع فريق من الخبراء من امريكا اللاتينيه اللي ساهموا في لجان حقيقه من تما، اضافه الى المنظمات الدوليه الكبرى امنيستي ووتش الفيدراليه الدوليه لحقوق الانسان، واحد العشره ديال المنظمات من المنطقه العربيه كذلك من البحرين من مصر من تونس
إضافة إلى الأحزاب السياسية، النقابات، الجمعيات، جمعيات الضحايا إلى آخره. كان اللقاء في الحقيقة بمستوى رفيع ديال 3 أيام. ما هي الحصيلة؟ وكل بانيل كان فيه الفريق اللي غادي يتدخل، واحد من هيئة الإنصاف والمصالحة اللي خصو يقدم الأجوبة أشنو اللي تحقق في داكشي. فهاد من خلال هذا النقاش كذا برزت مكانة هاد الورش ديال الحكامة الأمنية. الفكرة هو قلنا احنا ما، وهذا مازال هو الاختلاف ربما مع الأشكال العمل المنظمات الأخرى، ما غاديش نبقاو تنطالبوا الدولة بتفعيل توصية الإنصاف والمصالحة، غادي ناخذوا المبادرة للمساهمة في التفعيل. ومن هنا قدمنا برامج عمل اللي طلبت وقت باش نقنعوا الناس اولا باش نفكروا فيها بشكل جماعي ومفتوح من خلال ندوة اولى اللي اول مره غادي يكونوا مسؤولين من مؤسسات امنيه الى جانب نشطاء حقوق الانسان حول مائده مستديره اللي تفكر في الموضوع الى جانب خبراء دوليين اللي بينات بانه في الامكان لما توضع الشروط الاكاديميه والمناخ النفسي للتفكير بشكل جيد كتعطي النتيجه. وكان منطلقنا هو اننا ما غاديش نبقاو حنا دائما تنبكيو على الماضي، غادي ندويو خلاصات الماضي لابد نستحضرها لان لكي لا يتكرر ما جرى، ولكن الهم الاكبر هو واقعنا الان، كيف نحمي الحريات والحقوق الان، وما هي التحديات القادمه امامنا، وكيفاش نوضعوا الاستراتيجيات المناسبه. من هنا دخلنا في برنامج واسع اللي ساهمت فيه المديرية العامة للأمن الوطني بشكل كبير، وكان كيشارك فيه حتى الدرك الملكي، القوات المساعدة، أحيانا الجهاز المخابرات إلى آخره. فكان بالنسبة لنا تشكيل هذه اللحظة كان ذو أهمية كبيرة اللي تبلور في قضايا ذات راهنية كل مرة أشنا هو التحدي الجديد اللي كان عاود تاني نستدعيو نفس، ماشي نفس الناس ولكن نفس التركيبات ونفس الجهات المعنية بمثل هذه القضايا، من قضايا التطرف، قضايا المعطيات الشخصية وحقوق الإنسان، دور المؤسسات الأمنية ومؤسسات الحكامة إلى آخره. فهنا تبلور برنامج اللي الآن نحن في 15 سنة من بعد كنكتشفوا عن طريق مؤسسات دولية بأننا أنجزنا تجربة على المستوى الدولي. وهناك صدرنا كتاب بطلب من المركز الدنماركي لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة وطنية ديالهم، باش نكتبوا هذه التجربة لأنها تجربة نادرة على مستوى التجارب الدولية، واستطعنا نترافعوا باش نوضعوها في جدول الأعمال على برامج واحد العدد من المنظمات، سواء على المستوى الدولي، الأورو متوسطي، على المستوى العربي. كذلك نفس الشيء مع السجون، البرنامج كان برنامج واسع ومتميز حتى هو، لانه شمل ما يفوق 800 ديال الاطر، مدراء السجون، الاطباء الى اخره. فاصدار كتابات، لان هذا الشيء كله كان يرفق باصدار ادبيات، لان كنعتبروا المكون الثقافي والمعرفي جزء اساسي في تطوير الممارسه. تنعتبر ما بتعاون مع المندوبية السجون اللي كانت في الحقيقة هي عبرت على استعدادها للانفتاح، استطعنا نحقوا هذا البرنامج الكبير بدعم ديال المؤسسات الدولية اللي ربما هذا المسار كتقول هو شاهد على أنه بإمكاننا أن نقطع أشواطا لكي نقطع مع الماضي. أنا ملي كنرجع للسجن دابا ما كنلقاش أي السجن اللي كنت فيه. ملي كنرجع للمؤسسات الأمنية وملي كنكون في الحديث مع المسؤولين ديال المؤسسات الأمنية، تلقى مع نخب جديدة، لأن هذا شباب جديد بثقافة وازنة بمعرفة إلى آخره، ولكن مستعد مازال يتعلم ومازال مستعد يعرف. من هنا الانخراط في هذه الدينامية الإصلاح، ربما الدرس الأساسي فيها أنه لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة الجهات المعنية كلها، وهذه المشاركة ديالها هي أولا تعبير عن إرادة سياسية للدولة من جهة، وترجمتها من طرف مختلف القطاعات حتى يسير هذا البلد نحو الأمام. سي بلكوش، شكرا جزيلا على هذه الفرصة اللي
في هذا السفر عبر الذاكرة معك حول عدد من المواضيع، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم على هذه الاستضافة.